يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، ويومكم جميل بإذن الرحمن. بنرحب بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة، تحديدا حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، الحلقة اللي أعتقد إن احنا في الجزء الأكبر والأطول منها أكيد هنحتاج نتكلم مع حضراتكم عن كل التفاصيل وكل يعني التوقعات المتعلقة باللقاء المرتقب إن شاء الله، يعني يوم الجمعة الجاي الأهلي وشباب بلوزداد. صباح الفل على حضراتكم. صباح الفل عليك يا نهاوند. صباح الخير يا كريم. صباح الخير على حضراتكم جميعا. ويعني هنقول تقريبا 48 ساعة أو أقل بتفصلنا عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد. كلام كتير النهاردة، يعني هنتطرق ليه بالتفصيل شوية، هندرس المنافس، هنحاول إن احنا نتوقع برضو، هنشوف نقاط ضعف كمان المنافس، كولر ركز على إيه تحديدا، الأخطاء اللي كانت عندنا كمان في المباريات ويمكن الموسم كمان اللي فات ومتكررة للأسف الشديد في بعض برضو المباريات هذا الموسم، كل ده هنناقشه يعني خلينا نقول بالتفصيل كمان في الفقرة تحديدا الحوارية. بس على كل حال طبعا بيبقى معانا برضو أخبار مختلفة وحديث عن رياضات مختلفة، زي النهاردة احنا معانا فقرة كاملة عن التايكوندو. أيوة. وهنتكلم فيها برضو بالتفاصيل وآخر الأخبار كمان في هذه الرياضة والمستجدات تحديدا في الرياضة، في رياضة التايكوندو في مصر، لأن عندنا دايما جديد وفي تطوير تحديدا في هذه الرياضة كنا بنشهده مع حضراتكم الفترة اللي فاتت، والأبطال عندنا كمان محققين في البطولات الأخيرة كمان، يعني خلينا نقول رانكينجز تانية. والفقرة التانية بقى تفصيلا. أيوة. مع كابتن صديق الجمال، والحديث ده كنت بقول لحضراتكم عن الاهلي تحديدا ومباراه ان شاء الله يوم الجمعه اللي هتكون الساعه 6، يعني وباذن الله يوفق فيها النادي الاهلي، لان تاني هنرجع نقول يا كريم فكره انك تزنق نفسك لاخر فرصه دي حاجه يمكن حصلت في كم مباراه سابقه، لكن نتمنى ان هي لا تكرر. بقى خلينا في مباراه الذهاب الموضوع ينتهي، وكمان يا ريت يكون من الشوط الاول، مش ننتظر لغايه الدقائق اللي يعني اللي هي خلينا نقول الاوفر تايم او غيره. اي والله التفصيله دي فعلا وحشتنا. كان في فترة كانت فترة تعتبر جميلة، كان النادي الأهلي لما بيلعب ماتش مع أي فريق محلي، الماتش محلي أو ماتش قاري أو ماتش دولي، بنلاقي إن الأهلي بيضغط من الشوط الأول، لكن ده ما كانش حاصل في فترة يعني الفترة الأخيرة، وزي ما نهاوند بتقول ولا سيما اللقاء الأخير كمان، يعني الماتش الأخير للنادي الأهلي فضلنا قاعدين على أعصابنا لغاية الدقيقة 87 أظن أو 88، ناهيكم بقى عن العكننة اللي اتعكنناها بعدها بدقيقتين ثلاثة. على كل الأحوال نتمنى إن احنا إن شاء الله نجد من خلال اللقاء القادم بين الأهلي وشباب بلوزداد ما يسرنا وما يطمئن جماهير النادي الاهلي، لان الحقيقه في الفتره اللي احنا فيها دي ومن ايام كمان فاتت كل الناس، كل جماهير النادي الاهلي شغلها الشاغل هو الاستعداد لمباراه شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعه ان شاء الله. طبعا المباراه دي هتكون في اطار الجوله الثالثه في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، مباراه مش سهله بكل المقاييس، يتقال عليها انها صراع على صداره المجموعه اللي بتضم كمان الى جانب الاهلي وشباب بلوزداد ميديام الغاني ويانج افريكانز التنزاني. الوضع حاليا كالاتي، الاهلي عنده 4 نقاط من فوز وتعادل، وشباب بلوزداد الجزائري بيمتلك 3 نقاط من فوز وحيد وخسارة. بالتأكيد الفرقتين هيلعبوا يعني إلى حد كبير جيم مفتوح مع الحذر الدفاعي، لأن طبعا كل طرف يهمه جدا الصدارة. أما عن تاريخ مواجهات الفرقتين فهم مباراتين، وكانوا في 2001 في دوري الأبطال والأهلي كسبهم في ذلك الوقت، ونأمل إن شاء الله في الفوز لثالث مرة بإذن الرحمن يوم الجمعة الجاي. طيب دايما بيبقى حلو انك تعمل مقارنه بينك وبين المنافس بتاعك سريعا جدا، وهنتكلم بالارقام مقارنه بين الاهلي وشباب بلوزداد. هتكلم على مستوى هنا او هبدا بمستوى الدوريات. الاهلي لعب حتى هذه اللحظه في هذا الموسم 6 مباريات، كسب في 4 واتعادل في 2. شباب بلوزداد على الناحيه الثانيه لعب في الدوري الجزائري 6 مباريات برضو، كسب في 4، بس هنا الفرق بقى انه خسر في 2، ففي طبعا فارق في النتائج. الاهلي في المركز الثاني، شباب بلوزداد في المركز السادس، ده طبعا حسب الترتيب بتاعهم، والفريقين ليهم طبعا مؤجلات. وخلينا نقول على مستوى كمان المدربين، لا يعني مدرب شباب بلوزداد حصد مع الاهلي الموسم يمكن اللي فات، عفوا احنا حصدنا 5 بطولات مع كولر، عكس طبعا شباب بلوزداد اللي لسه عنده مشكله في فكره الاستقرار الاداري. يعني هم يا كريم كان عندهم مدرب بلجيكي بعد كده مشوه، ومشوه تحديدا في شهر اكتوبر الماضي، ورجعوا تاني المدرب بتاعهم البرازيلي اللي هو طبعا ماركوس باكيتا لقياده الفريق. وبرده خليني اقول لحضراتكم حاجه عن ماركوس، هو كان بيدربهم قبل كده في 2021، ودرب كمان الزمالك لو حضراتكم فاكرين، بس كانت فتره صغيره جدا في موسم 2015 2016. يعني
هنرجع نقول تاني الفارق الواضح هنا بغض النظر عن الارقام وترتيب الدوري عندهم وعندنا، لكن الفارق كمان في الاستقرار. انت عندك استقرار فني بنسبه اعلى بكتير عن المنافس، ويمكن دي نقطه بتبقى فاصله برضو، او في نقطه بتؤثر الى حد كبير على المستوى الفني للعيبه، لان الاستقرار الاداري والاستقرار الفني بيبقى ليه عامل نفسي كبير جدا بيأثر اكيد على الفنيات. فانت داخل معاك برضو يا كريم حته، او خلينا نقول كريدت اكبر شويه، فلازم نستغل دي برضو، او من النقاط حتى لو ما كانتش ليها علاقه قوي بالفنيات، بس انت لازم تستغل نقطه ضعف المنافس في القصه دي. ونتمنى كمان نشوف الفوارق دي بقى على الارض في اللعب. أيوة يعني هي دي كده، او هو ده الاساس اللي ممكن نحكم بيه فعلا. يا ابو سهل ان شاء الله نسعد كلنا يوم الجمعه باذن الله. بالمناسبه باكيتا كمان كان ليه تصريحات عن وجهه النادي الاهلي يوم الجمعه اللي جاي، قال نحن لا نخشى اي منافس، نحن شباب لوزداد، سنحترم جميع خصومنا، يجب ان نفوز، وسوف نتعامل مع كل مباراه على حده لان امامنا رحله طويله. واضاف وقال احنا يعني ما معناه ان احنا جاهزين، اللاعبون يدركون المهمه التي تنتظرهم في هذه المسابقه، مقتنع ان اللاعبين سيقدمون افضل ما لديهم وسيرفعون من مستواهم، ونامل في تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي للتاهل للمرحله المقبله. والحقيقه الجزء ده من تصريحاته او العباره الاخيره دي بصفه خاصه، في ناس شافت ان معناها الى حد ما ان هدفه يعني من خلال هذه المباراه هو التعادل. فيعني لازم طبعا نخلي بالنا ان لعيبه الفريق المنافس كلهم جاهزين لهذا اللقاء، وما عندهمش بالمناسبه ما عندهمش غيابات زينا، بس ان شاء الله يعني كالعاده احنا قدها وقدود باذن الله. خلينا نتكلم برضو عن بيكيتا شويه، لان هو عنده بعض اللعيبه اللي بيعتمد عليهم بشكل كبير. عندك مثلا ميزيان، عندك رؤوف بن غيث، عندك كتير من اللعيبه الاقوياء، ويمكن اربع لعيبه كمان بالنسبه لشباب لوزداد اللي فعلا تقدر تقول عليهم يتقلق منهم شويه، لانهم عندهم برضو قوه هجوميه او في الهجوم بنسبه كبيره. كولر كمان لو هنتكلم اكيد درس الفريق بشكل رائع جدا، هو دايما بيتكلم او بيتحدث كولر على دراسه المنافس، دايما بيتكلم في كده، حتى بيبقى في او كان في الاول بينزل صور وهو بيدرس المنافس، وبيتكلم دايما في المؤتمرات الصحفيه على النقطه دي تحديدا، ودي نقطه قويه جدا بالمناسبه. وفي فكره برضو ان انت تتكلم عن يعني فرق شمال افريقيا بيكون فيها نديه، اللي متابع طبعا حضرتك او حضراتكم بيركز، لا يعني بيبقى في تنافسيه، بيبقى في نديه كبيره جدا. ودلوقتي مع التطوير اللي حاصل كمان للفرق الافريقيه المختلفه، انت هتلاقي ان الجابس ما بقتش كبيره، الفوارق ما بقتش كبيره. تيجي تقول دلوقتي مثلا حتى ميدياما لما جينا اتكلمنا، اهو ميدياما فاز على شباب لوزداد يعني، او يعني تعادل، طيب انت دي لا تعادل معانا وفاز على شباب لوزداد، فاللي هي قصه ان دلوقتي ما بقاش في مقياس لنادي جديد او نادي قديم او نادي ليه تاريخ او نادي ملوش تاريخ، لا النديه موجوده، تنافسيه موجوده، والقوه كمان في الكوره او في اللعبه موجوده. خلينا نقول ان الاهلي اكيد برضو يعني بنتمنى ان هم يعملوا او خلينا نقول يتاهلوا هم، او المتوقع هو وشباب لوزداد ان هم هيتاهلوا، لكن احنا نتمنى ان الاهلي هو ان شاء الله اللي يكون يعني الافضل او يكون ليه الافضليه في اللعب. وعايزين برضو لان الارقام هي اللي بتطمن شويه، لو احنا هنتكلم او هنستعرض مع حضراتكم تاريخ مواجهات الاهلي مع الفرق بقى الجزائريه بشكل عام، احنا نقدر نطمن ان احنا قابلنا ست فرق جزائريه في 24 مباراه. بالظبط ايه اللي حصل؟ احنا حقق الاهلي الفوز في 9 لقاءات، اتعادلوا في 7 وخسرنا في 8، فلما تيجي تحسبها مش بطال يعني، تيجي تحسبها لا يعني انت تاريخك مع برضو الفرق الجزائريه ليس سيء ابدا، بالعكس انت عندك خبره ولعبت قبل كده كتير من الفرق الجزائريه، فانت فاهم برضو طبيعه الكوره هناك عامله ازاي. بتبقى مباريات ليها برضو طابع خاص يا كريم، وجماهيريا بيبقى ليها طابع خاص، بس بتبقى مباريات ممتعه تقدر تستمتع بيها فعلا من الدقايق الاولى. وتاني هنرجع نقول من الارقام اللي استعرضناها انا وكريم مع حضراتكم دلوقتي، لا بتاكد على قوه المنافس او المنافسه كمان تحديدا بين الاهلي والفرق الجزائريه، فبالتوفيق. لكن لازم نخلي بالنا برضو من نقطه، انت بطل افريقيا ولازم تلعب الروح دي في كل يعني المباريات القادمه، فبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي. وبجد بقى خير. بجد بقى لو ما لعبناش بقى بالمستوى اللي احنا نعرفه وبالنتيجه اللي احنا نتوقعها، والله يعني مش عارف هقول ايه، بس يعني هنزعل يعني هنزعل. انا عندي امل كبير يا كريم، فنتمنى يا رب بقى. يعني دايما ماتشات النادي الاهلي مع فرق شمال افريقيا ولا سيما الفرق الجزائريه بتكون مباريات ناريه بالمعنى الحرفي، وبعدين بنلاقي دايما ايه ايا كان الفريق المنافس بيحجر جامد قوي مع النادي الاهلي. وعلى فكره حتى على صعيد المنتخبات يعني من قديم الازل لما بيكون في لقاء بيجمع بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر في اي بطوله ايا كانت، لا بتكون ماتشات
على اعلى مستوى الحقيقه. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله متفائلين بمباراه يوم الجمعه القادمه باذن الرحمن. تعالوا بقى نروح على كره اليد. يعني بعثه فريق كره اليد في النادي الاهلي بتستعد حاليا للسفر للامارات لخوض مواجهه السوبر المصري امام الزمالك المحدد لها يوم السبت الجاي ان شاء الله في مدينه الفجيره. طبعا اللقاء يعني بكل تاكيد هيكون برضو لقاء قوي جدا وصعب جدا، اولا لان انت بتلعب على بطوله من ماتش واحد والمباريات دي بتكون ناريه بالمعنى الحرفي. تاني حاجه لان اخر لقاء جمع يعني كان طبعا في الدوري جمع بين الفرقتين فاز فيه النادي الاهلي بفارق نقطه واحده بعد مباراه الكل وصفها بانها كانت مباراه ماراثونيه بين الطرفين. عشان كده ماتش السوبر ان شاء الله اكيد هو كمان هيكون لقاء ماراثوني، وبنتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق. طيب بص بقى، لان احنا يعني انا مش عارفه ده موضوع يعني ليه علاقه انك بتحسد نفسك ولا الموضوع يعني باد لك ولا ايه، بس للاسف الشديد احنا بنتكلم عن رياضه الاسكواش وبنتكلم قد ايه مصر يعني توب في هذه الرياضه سواء على مستوى الرجال او السيدات، وان احنا فعلا عالميا ما عندكش حتى بلد تقدر تنافسك بشكل كبير، يعني رانكينجز كبيره جدا، احنا بنحتل كل التوب مثلا 3 كمان في كل التصفيات او كل يعني التقييمات اللي بتحصل حتى الشهرية. فللأسف الشديد خلينا نقول بشكل هنا رسمي تأكدت إصابة كريم عبد الجواد، وكنا بنتكلم عنه الأسبوع اللي فات طبعا لاعب منتخب مصر للإسكواش، وانضم يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي والمصنف الـ 12 عالميا لقائمة المنتخب هنا بقى بدل كريم للأسف عشان الإصابة بتاعته، هنا استعدادا لبطولة العالم اللي هتقام في نيوزيلند يوم 11 ديسمبر الجاري. يعني طبعا احنا كنا نتمنى طبعا ما يحصلش أي إصابات، وكنا نتمنى أن كريم يشارك لأن كريم برضو بطل كبير جدا وبطولة مهمة جدا، احنا حاملين اللقب بتاعها في النسخة الأخيرة ومتساويين كمان مع منتخب إنجلترا في عدد كبير أو عدد مرات التتويج وهي 5 مرات. فيعني ربنا يشفي كريم من اللعيبة اللي كان عندنا أمل كبير جدا عليها، بس طبعا نرجع نقول يعني يوسف برضو بإذن الله يعني يقدر يحقق المطلوب منه بالتوفيق ليهم ونحقق بقى اللقب السادس بحظ كمان النسخة دي، أعتقد مش بعيدة كريم أبدا. لا إن شاء الله خير. مش بعيدة بصفة خاصة زي ما انت كنت بتقولي بنتكلم بقلب مفتوح ومن الإصابات نادرة في الإسكواش يعني معلش ففي حاجة عارف اللي هو وبطولة مهمة فيها. بس يعني إن شاء الله بإذن الله خير بإذن الله. طيب بما إن احنا بنتابع دايما مع حضراتكم وأول بأول أخبار المشروع القومي للموهبة في كذا لعبة، يعني اتكلمنا مع حضراتكم فيما يتعلق بهذا الملف في كرة القدم، في التايكوندو، في رفع الأثقال، وحتى في السكواش. الجديد بقى أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة عشان يبتدوا برضه هم كمان يعني ينتقوا المواهب في كافة المحافظات، وده طبعا أكيد بيتم بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة. الاختبارات هتبتدي من سن 14 سنة، وكل موهوب أو كل حد يعني حابب كرة السلة يقدر يعرف كافة الشروط وكل الإجراءات المطلوبة من خلال مديرية الشباب والرياضة التابعة للمحافظة اللي هو مقيم فيها. وأعتقد زي ما شفنا نماذج ناجحة في الألعاب اللي ذكرناها لحضراتكم أكيد إن شاء الله هنشوف نجاح مساوي لمشروع موهوبي كرة السلة بإذن الله، لأن المبادرة دي أو المشروع ده حاجة في منتهى الأهمية، ده نقدر نقول عليه إن هو خط إنتاج إنجاز التعبير لنجوم مستقبليين في رياضات مختلفة. بنتمنى للقائمين على هذا المشروع كل النجاح بإذن الله. يعني مشروع مهم بينضم برضو لسلسلة مشاريع تانية وصناعة البطل الأولمبي اللي اتكلمنا عنه امبارح واتكلمنا عنه كل يوم وغيره، فكرة إن أنت بتعمل يعني بحث أو خلينا نقول كده بتدور على كل المواهب اللي عندك في كل الأماكن في كل الرياضات، بتنزل لمناطق يمكن ما عندهاش أصلا فرصة إن هي لو في حتى موهبة إن هي خلينا نقول تستعرضها يعني قدام صحيح. اي حد صحيح. فطبعا المشاريع بتبقى مهمه جدا، بس زي ما كنا بنتكلم من امبارح بعد ما بجيب او بعد ما المشروع ده يتم على الارض وببتدي اجيب المواهب دي انا بقى هبتدي اخلي بالي منهم ازاي وهبتدي اصرف ازاي وهبتدي ااهل البطل ده عشان يبقى بطل اولمبي ازاي، خاصه زي ما احنا بنتكلم ان الموضوع بيجي كسبونسر من النهايه مش من البدايه، يعني بعد ما بتبقى بطل بعد ما بتبقى مشروع بطل وتحقق بيبتدي الناس ركز معاك. فلكن طبعا الثقافه محتاجه شويه تتغير، ده اللي احنا اتكلمنا فيه وهنفضل على فكره نتكلم فيه كتير جدا كمان لغايه لما يحصل فعلا تغيير. على كل حال احنا كده اخبارنا اكيد لسه ما خلصتش، بس هنروح للطقس ودرجات الحراره. النهارده ما كانش فيه شبوره. ده وانا جاي كان فيه بجد؟ والله العظيم لا معقولة وانا وصلت بعديكي، يعني غريبة ان الشبورة ابتدت متأخر. غريبة جدا ده امبارح واول كانت الشبورة غير طبيعية، النهارده اعتقد الطقس افضل شوية او في ارتفاع شوية حتى الجو طبعا. مش حر زي اليومين اللي فاتوا عموما خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم.
كل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نروح على مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد الزميله العزيزه روزان نصر اللي مشكوره هتعرفنا ايه اخر الاخبار والمستجدات. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار والمستجدات سواء في كرة القدم أو كمان الألعاب الأخرى. هنبدأ أكيد بالكرة القدم، الفريق الأول لكرة القدم واللي أكيد لسه يعني بيواصل استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر ليها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وده طبعا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. عايزين كمان نطمن المشاهدين على ياسر إبراهيم، يعني كلنا عارفين أنه هو اتصاب في المباراة الأخيرة يعني بكدمة أعلى الركبة خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت الماضي، ولكن الجهاز الطبي اطمأن على حالة طبعا اللاعب بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، وبالفعل شارك أمس في التدريبات الجماعية وكمان هيشارك النهاردة. النهارده بقى بيلتقي الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي في مواجهه قويه جدا امام سموحه في اطار منافسات نهائي بطوله دوري المرتبط لكره السله الموسم الحالي. المباراه طبعا هتكون الساعه 6 مساء على صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر، واكيد النادي الاهلي بيسعى لمواصله مشواره في الحفاظ على لقب دوري المرتبط للموسم الرابع على التوالي وللمره التاسعه في تاريخه. كل التوفيق اكيد يعني النهارده لرجال السله الاهلي امام سموحه. الفريق الأول لكرة الطائرة رجال فاز على المقاولون العرب في المباراة اللي جمعت بين الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة الدوري. أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا بالجزيرة، وشهدت الحقيقة تفوق كبير جدا من لاعبين الأهلي اللي حققوا الفوز بنتيجة 3-0. والنهاردة هيخوض رجال طائرة الأهلي مباراة ودية أمام فريق السويحلي الليبي. المباراة هتكون طبعا الساعة 1 الظهر على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا أيضا بالجزيرة. أخيرا بقى الفريق الأول لكرة اليد رجال واصل تدريباته أمس على صالة الأمير عبدالله الفيصل استعدادا للسوبر المصري أمام الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالإمارات، وخاض جميع اللاعبين تدريبات متنوعة وكان في تقسيمة قوية جدا لتجهيز الفريق يعني بالكامل قبل السفر. وكمان عقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة مع جميع اللاعبين قبل بداية الميران للتأكيد على جميع الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. أكيد كل التوفيق طبعا لرجال يد في السوبر المصري أمام نادي الزمالك. يعني طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من نادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة تانية. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية، شكرا لك. شكرا ليك يا روزان جدا. طيب في بقى حاجة كريم كده أو تصريحات حلوة، لأن الفكرة أو خلينا نقول وراها حاجة نتعلمها، يعني التصريحات من حضراتكم اللي تابعها أو اللي تابعوها يعني ليورجن كلوب تحديدا طبعا مدرب ليفربول اتكلم فيها عن صلاح تحديدا، يعني تصريحات خاصة بصلاح كان في مؤتمر صحفي امبارح، وهو اتكلم كده قال بالنص يعني اتكلم عن صلاح ان هو واحد من اساطير ليفربول والبريمير ليج بالنظر لارقامه. هو قال فلا اعتقد اني ساشرف على تدريب لاعب مثله، لقد شاهدت تطوير محمد صلاح من اول محادثه معه الى محادثتي هذه، وهو كرجل قيادي هو لاعب استثنائي احد اعظم لاعبي كره القدم على الاطلاق بدون شك. وقال كمان بصراحه قمه الفخر لما نسمع او لما خلينا نقول نسمع عن يعني مش هو اللي قال بقى انا اللي هقول، بجد قمه الفخر لما تيجي تسمع عن حد مصري، ومش بس يا كريم حد مصري، لا حد مصري ليه قصه. اصل محمد صلاح احنا ليه دايما بنذكره؟ لا احنا بنذكره لان هو حاجه او مصري قدر يوصل لاعلى مكانه تقريبا في المجال بتاعه عالميا. هي دي النقطه اللي انت بتركز فيها، ان شخص بسيط جدا، ومش لازم يبقى بسيط على فكره، حتى لو كان جاي من باك جراوند كويس، حتى لو كان جاي من باك جراوند اللي هو مرتاح فيه وتلقى افضل التدريبات والتعليم، ملهاش علاقه برضه، لان مش معنى انت جاي من يعني ظروف اصعب فانت كده قصتك انجح، لا القصه كلها ان انت في ناس ما امنتش بيك في البدايه، وفي ناس كانت
تحاربك في البداية، بس انت امنت بنفسك وكان عندك ثقة ان انا اقدر اوصل. هي دي او هو ده المعيار اللي بيفرق بين شخص ناجح وشخص مش ناجح، ده اللي انا بشوفه. لان كلنا نقدر ننجح، كلنا نقدر نوصل، لكن مين اللي بيصر او مين بيصدق، هي دي النقطة، بيصدق في نفسه. فانا سعيدة وكلنا اعتقد سعداء بتصريح زي ده، ان هو يتم على مصري، مش لازم محمد صلاح تاني، عن مصري وصل لاعلى مكانه في المجال بتاعه. لا بجد حاجه تدعو فعلا للفخر، ونتمنى يكون في امثله زي دي كتيره جدا في كل المجالات، يعني مش بس في الرياضه دي. حقيقه يا ريت، لان فعلا محمد صلاح يقدر يعني الواحد يقول عليه وعن قصته وعن مشواره ان هو شخصيه بقت مؤخرا بتشكل مصدر رئيسي للسعاده، مصدر دائم للفخر. بالزبط. حاجه مش طبيعيه. ناهيكم عن فكره ان هو في شخصيات بتكون شخصيات ملهمه بالمعنى الحرفي، شخصيات لما نتابع مراحل تطورها ابتدت ازاي واستمرت ازاي ووصلت لايه، لا ده احنا ناخد منها دروس وعبر. الناس اللي عندها دايما شكوك في قدرتها على ان هي تقدر تحقق اي انجاز، الناس دول لما يتفرجوا على واحد زي محمد صلاح المفروض الواحد مننا يختشي انجاز التعبير، لان في ناس ممكن تبقى عانت معاناه اكبر بكتير من غيرها واضطرت ان هي تخوض في معوقات اكتر بكتير من غيرها، ومع ذلك حققت نجاحات غيرها ما يقدرش حتى مجرد يحلم بيها. فمحمد صلاح الحقيقه مصدر دائم للفخر وللسعاده للمصريين وكمان للعرب، واجمل ما في الحدوته فكره ان هو مستحوذ بالمعنى الحرفي على حب الجماهير بشكل غير طبيعي. وانا هنا بكلم حضراتكم على الجماهير مش بس المصريه، العربيه وبطبيعه الحال الجماهير الانجليزيه ولا سيما جماهير ليفربول، حاجه محترمه جدا لدرجه ان اي استفتاء بيكون من النوع الجماهيري بتلاقيه الى حد بعيد مكتسح اي حد تاني في البريمير ليج. نتمنى دايما نشوف محمد صلاح في مكانته اللي حققها بتعبه، وانه يواصل تحطيم الارقام القياسيه. وبيني وبين حضراتكم اعتقد دي امنيه عامه، نتمنى كلنا ان احنا نشوف محمد صلاح وهو بيتوج مع منتخب مصر بامم افريقيا، اللي ده اللي فاضله ان يحصد لقب مع المنتخب، ودي حاجه كتير مننا قاعدين مستنيينها. بص يعني هو ده حلم ولا يا رب يبقى حقيقه ولا ده ايه؟ يا رب يبقى حقيقه. يعني بص هقول لك على حاجه، يعني انا دايما اقول مفيش سقف للطموح ولا للاحلام، بس في بعض الحاجات عشان نقول ورده الحدوث لازم يكون في بيز عليها. طبعا فكره ان احنا نتكلم على منتخب مصر وكاس العالم يعني حاجة ممكن في يوم من الأيام تحقق، ممكن، بس عشان ده يتم يا كريم لا لازم حاجات كتير قوي تتغير. يعني عشان أنا أتكلم إن أنا أنافس دول ومنتخبات كبرى يعني وكورة تانية خالص غيري، لا يبقى لازم في حاجات تتغير. وأعتقد ده عشان يتحقق ممكن، على فكرة ممكن في يوم من الأيام يحصل، بس مش دلوقتي، ما أعتقدش دلوقتي خالص. يعني هيحتاج شغل طويل جدا على الأرض ده، وهنتكلم بواقعية مش بعاطفة، يعني أعتقد كده. بس كل حاجة واردة واردة الحدوث، لو كان في قرار زي ما كنا بنقول في نص الحلقة وفي خطة لده. اللي عايزة بس قبل ما نسيب الموضوع ده أو قبل ما نسيب الملف ده، عايزة برضه أتكلم فيه، هي قصة إن محمد صلاح مش بس يعني هو وغيره من الأمثلة اللي هي بتبقى زي بتقال مثل أعلى، هو شخصية نجحت مثلا، بس الشخصية اللي نجحت دي ما راحتش بقى ايه استغلت بعد نجاحها وبعد ما عملت فلوس ان هي تنزل الطيارات وتنزل الشنط دي حاجات. يعني انا بحس طبعا كل واحد حر، بس اللي بيركز بس هو بيبقى شخصيه عامه على النوع ده، ربما يبقى ليه اسباب كتيره جدا، منها ان هو يعني عارف لما بتبقى مثلا ما عندكش حاجه فبيبقى عندك حاجه فبتبقى فرحان بيها قوي، فبتبقى عايز تستعرضها قوي، عايز تثبت حاجه معينه. كل الكلام ده يا جماعه اعملوه، بس الحلو ان محمد صلاح من الأمثلة الرائعة والمحترمة اللي هو استغل شهرته أنه بقى مثل أعلى للعالم، ابتدى يهتم بقضايا حتى اختلف معاه البعض في حاجات معينة، بس ابتدى يهتم بقضايا شفناها في إعلانات كتيرة ضد المخدرات، وكان بيسابورت الأيتام، وكان بيسابورت ملفات اللي هي أو كازز كانت فعلا مهمة عالميا، وملفات مهمة عالميا ليها علاقة بالإنسانية كمان. كريستيانو رونالدو كان برضو نفس المثال، بيهتم جدا برضو، عنده دونيشنز بيعملها روعة جدا، بيهتم بالأطفال بشكل كبير، وأمثلة كتيرة جدا من الرياضيين اللي بجد تقدر تقول عليهم مثل أعلى. والشخصيات العامة يعني أنا بتمنى كل شخصية عامة تستغل الشهرة بتاعتها وحب الناس ليها اللي هي تظهر بالشكل ده، يبقوا عرضوا طياراتكم والشنط مفيش مشكلة خالص، بس عرضوا الجانب الإنساني ده، العالم محتاج ده، صدقني ده اللي هيفرق، ده اللي هيغير، مش ده اللي يعني ده خليه بالانس على الأقل. يعني أنا بشوف إن ده دور كل شخصية عامة عالمية أو حتى على المستوى المحلي معروفة وليها فانز، فأتمنى ده يحصل، لأن فعلا لو هنتكلم بقى هنا تاني نرجع لمحمد صلاح، فعلا مثال رائع في الحتة دي بصراحة. خلي بالك التفصيلة اللي انت
وقفتي عندها دي يعني جزء كبير من محبة الناس لمحمد صلاح من ضمن العناصر المهمة لمحبتهم ليه، البساطة اللي هو فيها دايما برغم عظمة القدر اللي هو حققه. فبسطته جزء من محبة الناس ليه. محمد صلاح شخصية استثنائية بكل ما تحمله كلمة من معنى الحقيقة. بتفق معاك. خلينا دلوقتي بقى نتابع مع حضراتكم يعني أشهر خمس ملاعب بيتقسمها الأندية في مباريات كرة القدم من خلال الفيديو اللي جاي. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام، معاكم كابتن ندى من جيم النادي الاهلي فرع الجزيره، معانا كابتن حسن برضو جيم الاهلي فرع الجزيره، هو اللي هيشتغل معانا تمارين النهارده. النهارده هنشتغل كارديو، ودي هنعلي بيها الحرق بدل ما ناخد سبلمنت او مكملات غذائيه، دي حاجه ناتشرال اكتر. فهنشتغل وهنشوف هنشتغل ازاي. كابتن حسن هنقف على الستيب اب اب داون داون، هنشتغل 8 عدات برتم قليل قوي بما اننا لسه بيجنر او مبتدئين وبنشتغل في البيت. هنشتغل up up down down، بطلع برجل وبنزل بالتانية، مش بطلع بنفس الرجل ومش بنزل بنفس الرجل. هشتغل 8 عدات، 5 4 3 2 stop. ده كان أول حاجة نعمل بيها warm up أو بنسخن بيها. تاني حاجة هنحط إيدينا على الستب، رجلي الاتنين ورا بس مش بعيد عن جسمي قوي، هقرب مشط رجلي قدام شويه وهشتغل open close. تمام، 2 3 4 5 6 7 8 ستوب. ده كان تاني شكل معانا. تالت شكل هحط رجلي الاثنين فوق الستب، من هنا هنزل واحده بس تحت، هلمس الستب من ورا او الارض ورا، هشتغل تاتش وارجع تاني. جو 2 3 4 5 6. ممكن نعلي الريتم شويه نشتغل اسرع. 3 4 5 6 7 ستوب. وهكذا هشتغل الرجل الثانيه بنفس الريتم. وده كان رابع شكل معانا ستوب. هثبت رجلي هي هي فوق، بس المره دي هشتغل اب ني وهحرك ايدي معايا، يعني هشتغل لور وابر مع بعض. برافو. 2 3 4 5 6 7 8 ابدل 1 2 3 4 5 6 7 ستوب. احنا بنشتغل كارديو او بنستخدم الستب، بنستخدمه عشان نعلي الهارت ريت بتاعنا او نعلي الحرق بتاعنا، بدل ما قلنا زي ما بدل ما نستخدم سبلمنت او نستخدم مكملات غذائيه، فاحنا بنستخدم حاجه ناتشرال او رياضيه اكتر. فده كان اشكال التمارين معانا الكارديو. كان معانا كابتن حسن، كان مؤدي رائع يعني. شكرا كابتن حسن. معاكم كابتن ندى من جيم النادي الاهلي فرع الجزيره، نشوفكم في حلقه جديده. زي ما عودنا حضراتكم احنا بيبقى معانا كل فتره مواهب مختلفه في رياضات مختلفه وابطال كمان. النهارده هنتكلم عن التايكوندو، هنرحب باللاعب سيف هشام بطل الجمهوريه في التايكوندو. صباح الهنا يا سيف. صباح النور، منورنا. منور الدنيا كلها. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. بص بقى يا عم سيف، قبل ما ندخل معاك في تفاصيل البطولات اللي انت شاركت فيها والانجازات اللي انت حققتها، تعالى نتعرف عنك انت اصلا اكتر، يعني عرفنا عن نفسك، عندك كام سنه، بتدرس ولا خلصت دراسه، ابتديت مع رياضه التايكوندو امتى، وبقيه التفاصيل بقى. اسمي سيف الدين هشام، عندي 19 سنه حاليا، فتانيه بزنس عند شمس كريدت.
جميل. لعبت التايكوندو وانا عندي 6 سنين، اللي هو بدايه السن بتاع التايكوندو 2010. بدات في نادي الزهور اللي فرع التجمع، واخدت حزام الاسود وانا عندي 11 سنه ما شاء الله. وحاليا في فريق الرجال في نادي زهور ميت نصر. حلو جدا. وبنتكلم بقى على مستوى المنتخب، خلينا نعرف منك برضو. جالي بعثة للنادي، قصدي للمنتخب، فاول 17، بعدين حضر التصفيات وكده، بعدين جات لي اصابه فما حصلش نصيب. اصابه؟ الاصابات في التايكوندو بتبقى برضو يعني كتيره ولا؟ كتير، لان هي لعبه قتاليه وفايت، فبيبقى فيها اصابات والتمارين وكده، بتاخد وقت عشان الاستشفاء والحاجات دي كلها برضو. يعني ممكن يبقى فيها صليبي، فيها مزق، فيها كسر في البطولات، ركبه تتخلع، ان هي لعبه كله ضرب. حاجات بسيطه كده. يعني في التايكوندو عندنا الحاجات دي عادي. لكن انت ابتديت ممارسه الرياضه بالتايكوندو ولا يعني ما كانش في مساحه وقت اظن تلعب حاجه ثانيه قبليها؟ وانا في التايكوندو لعبت سباحه شويه، بس انا كنت من عشاق التايكوندو وبحب التايكوندو. كمان والدي كان بيلعب تايكوندو، كان برضه حزام اسود، فبرضه هو اللي دخلني التايكوندو، فانا حبيت التايكوندو واستمريت فيها. ايه اللي حببك في الرياضه دي بعيدا عن الوالد؟ يعني لما ركزت في الرياضه نفسها وبعد ما ابتديت تمارسها وبقيت واحد من ابطالها، شايف ان ايه عناصر الجذب اللي ممكن تشد اي حد انه يفكر يبتدي يمارس الرياضه دي؟ هي لعبه دفاع النفس قبل اي شيء، بتعلمك ازاي تدافع عن نفسك، ازاي تستحمل اي ضغوط. كمان بتخليك لو حصل لك اي حاجه انت عادي تعرف تتعامل معاها. في التمرين بتحس ان انت بتفضي اي طاقه عندك، كمان اللي انت بتحب دي زي الفاينل كان شايفين مطحنه اهو في يعني هنا انا كنت في دي الجوله الثالثه، انا كنت خسران بتاع 12-1. ماشي بتقلي واحد انا الازرق. يعني هنا التفريجي هي اللي فرقت، كانت 12-8 لي، بقت 13-12 لي، فرق 5 بوينت. اوكي، هنا دي اللي قلبت الماتش كله. وليها عدد معين من دي كانت بثلاثه لما جريت وراه وضربتها، دي كانت بثلاثه اسمها النار تشيجي، دي التفريجي. اوكي، دي الفاينل كان في 2020. دي كان عندي اصابه قبليها وكنت بتمرن كتير في تصفيات المنتخب، بعدين حصل لي مشكله وقلت انا مش هلعب تاني بسبب ان انا خسرت من تاني ماتش خساره كبيره، بالذات ان انا كنت بتمرن كتير قوي وكنت بخسس كتير، وكانت اكتر فتره بتمرن فيها. كابتن شريف الكابتن بتاعي قعد يتكلم معايا كتير، قعد يقنعني ان انا ارجع تاني قبل البطوله دي باسبوع، يعني انا ما كنتش مجهز للبطوله دي. لما نزلت اكتشفت ان الدنيا لا، اللي انا اتمرنته كان بيقول لي ايه اللي انت اتمرنته مش مهم يحصل في البطوله دي، البطولات اللي بعديها. اوكي، فانا دخلت البطوله دي لعبت من دول ال 32، كسبت ال 32، كسبت 16، كسبت ال 8، دخلت السيمي فاينل. كان السيمي فاينل ده كان هو اللي كسبني في تصفيات المنتخب. أوكي، كان كسبني عدم تكافؤ، فكان ضغط، انت هتقابل تاني اللي كسبك وكان كسبك عدم تكافؤ، فرصه كبيره. فطبعا الكابتن قعد يتكلم معايا يقول لي ما فيش مشكله وهنلعب وكده. دخلت السيمي فاينل كسبته الحمد لله، اللي هو كان كسبني. دخلت الفاينل، اللي لعبته في الفاينل كان اسمه عاطف، ده كسب في السيمي فاينل اللي قبليه، كسب بطل عالم، كان اول على العالم. واو، وسنه كان قد ايه تقريبا؟ كان 2003، انا 2004، كان اكبر مني بسنه. سنه، فكان جايب اول عالم بس رانكينج تاني يعني. فده كسبه، فده طويل جدا، انا كنت قصير بالنسبه لي، انا كده وانا كده، فرجلي طويله جدا في التايكوندو، انت محتاجه تقربي عشان القصير محتاج يقرب عشان يضرب من جوه، وانا محتاج اقرب له عشان اضرب، فكل ما اجي اقرب يحط رجله، كل ما اجي اضرب يضرب في وشي. فخرجت الجوله الثالثه فالدنيا بايظه. بقول لي كابتن اعمل ايه؟ كابتن قال لي خلاص تمام. بقول له كابتن اعمل ايه؟ قال لي هنلعب، اداني تكنيك، قال لي هنلعب كذا كذا كذا. فضلت مهدي 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 لحد نص الجوله الثالثه، وعملت اللي كابتن شريف قال لي عليه. فجاه بقيت بخش امسك واضرب، يعني اخش احضن واضرب، اخش احضن واضرب، فجاه بخش احضن. المفروض ان التفصيله دي تبقى جزء من التدريب، ان انت بتلعب يعني منافسين باطوال مختلفه واطراف اطوالها مختلفه. ما احنا بنتمرن عليها وكل حاجه، وعارفين ازاي هو ممكن ياخد الضربه منك عشان تهدي الدنيا، علشان هو مثلا لو خد منك ضربه ما ينفعش تعملها، لان هو ممكن يعملها كذا مره، وهو كان بيعملها كتير. فالكابتن قال لي على البتاع اللي انا كنت مرن على التكنيك اللي احنا كنا على طول بنتمرن عليه. فانا دايما لما اجي اتمرن بحب اخد الاطول، ما بحبش اخد اتمرن مع الاقصر. صحيح. فعشان انا ميزاني بيبقى على طول في طول، يعني انا كنت طولي كانت 59 كيلو، فكل اللي معايا كان طول. وانت طولك كام؟ انا طولي 174. 174 ده انت اطول مني، بس مش باين انك اطول. هو ما بيبانش عليه قصير اصلا، بس هو بيقارن بس انا كنت فاكراه اقصر مني. بيبان قصير، يعني انا حتى لو جابه ببقى قصير قوي،
يعني الكتله العضليه عندي اعلى. في التايكوندو معظم اللعيبه بيبقوا معضمين وطوال، فتلاقي اللاعب وزنه خفيف قوي وطويل. فلما ضربته الهيب دي فرقت، يعني هو كان 13-1، دخلت الجوله الثالثه ضربت ضربتين باربعه بوينت، فور بوينت. اوكي، هو كل نوع ضربه ليها عدد من النقاط. يعني انا لو ضربت بيك تشيجي هنا باثنين، لو ضربتها كده على طول باثنين، لو ضربتها فوق بثلاثه، لو لفيت زي الضربه الاخيره دي فوق بخمسه. اوكي، لو تحت باربعه. فضلت اضرب واخش واضرب، بعدين دخلت في الاخر رحت ضربت النار اللي انا لما لقيته جري طلعت اجري ورا ضربتها، بقت 12-7. انا طلعت اجري خلاص، الماتش سخن. وطبعا لو كان شغال الصوت كان الصاله كلها صوت عالي جدا، لان ده كان فاينل من اهم ميزان في البطوله كله. بيبقى ليها جمهور وليها متابعين. انت اصلا الصوت بتاعها عالي جدا، كان صوت الصاله بتترج في الفاينل ده. فبعدين خلاص بقت 12-7، هو خد انذار، فلسه الحكم بيبدا، رحت انا لفيته ضربت. اوكي، يعني هو راح 13-12، انا خسرت الفاينل ده فرق نقطه انذار. بس ماتش ما يتنسيش بالنسبه لك. ماتش ما يتنسيش، ولا كابتن، حتى الكابتن كان معايا على طول، وكابتن مصطفى المدير الفني، كابتن مصطفى زكي، هو برده بمثابه اب ليا، من وانا صغير قبل اي ماتش بجري عليه، اللي هو اقول له كابتن اعمل ايه، يقول لي هنعمل كذا كذا كذا، انزل تحت معايا كابتن شريف الكابتن بتاعي يقول لي هنعمل ايه. ف صراحه البطوله دي كمان اللي حصل جواها ان انا كنت مصاب برضه، يعني انا كنت كل بطوله لازم يحصل لي اصابه، مش عارف ليه. لا ده كده بقى والله يعني مبسوط بقى. فكنت واخد السكينات يعني. بس سؤال بس والله بغض النظر، ليه كل ماتش اصابه؟ ده بيبقى راجع ان انت تدريباتك غلط ولا احمال غلط؟ يعني اصل ده مش طبيعي صح؟ يعني هو الفكره اللي انا كنت مصاب، هي كل مصابه بشكل، يعني ممكن اتمزق هنا ممكن اتمزق هنا. في تشكيله، لان انا بسخن في التمرين قوي، يعني انا بحب اتمرن، كنت بحب اتمرن، بحب اسخن في التمرين، فبلعب ريتم التمرين. بس انت معاك مدرب هو اللي معايا الكابتن بيهديني، بيفضل يهديني. بس هو الكابتن حتى كان كل شويه بيزعلي بسبب ان انا ممكن اسخن مره واحده في فرط حركه. والله بس خدت مسكن حقنه فولترين، انا كل بطوله بحط فولترين، لان بيحصل اصابه حركه في حلقه. ادارك الله، ادارك الله على فرط الحركه بتاعتي، وضع مختلف تماما. كمان في البطوله انت بتتخبط، لان انت بتضرب على طول وانت بتبقى سخن، فممكن تاخد تضرب هنا في الكوع، ممكن رجلي في رجلي، لان هي لعبه بالرجل على طول. هو السخونيه دي بتبقى مطلوبه ولا بالعكس لازم يبقى في ثبات انفعالي؟ لازم يبقى، هو اساس عشان تكسب اي حد يكسب ثبات انفعالي، لازم يكون عندك ثبات انفعالي. لان فكره يعني الغضب لما تبقى متوظفه رياضيا برضو بيبقى لها مفعول. يعني حصلت معايا في بطوله، كابتن بهدلني بسبب الغضب ده. الغضب ده بيطلعك بره تركيزك، والخصم بيحب يطلعك بره تركيزك. اوكي، عشان انت لو طلعت بره تركيزك مش هتركز، ثغرات بقى يدخل لك منها. مش هتركز اصلا ولا هتعرف تضرب، فهتسيب الهجوم وهتسيب الهجرد اللي هو اللي هنا وهنا، فده لما بيتساب انت خلاص. بس انت لازم تخلي بالك برضو يا سيف من الموضوع ده، عشان احنا دلوقتي بنهزر، بس هو مهم ان انت كل مباراه كل بطوله باصابه ده مش حلو ليك على اللونج ران، يعني على اللونج تيرم. ف في بطوله بقى مش انا كنت سليم. كنت داخل سليم ووزنت. ده غريبه منك يعني. وزنت والله، دخلت مش سليم بعاده يعني. يوم الميزان، يوم الميزان كانت والدتي الله يرحمها كانت هي اللي بتعمل اكل وكده، ف انا اختي هي حكم، يعني حتى اختي حكم في التايكوندو. واو، ده العيله. واخويا كان برضو حزام اسود تايكوندو، وكان في فريق كليه الشرطه. اوكي، تايكوندو لعب برضو بطوله جمهوريه كده. فكنت بعمل حاجه، الميه وقعت على رجلي، رجلي دي كلها اتحرقت، لقيت الميزان يوم البطوله، لقيت البطوله. لا لا، في حاجه والله. هو الكابتن كان دايما بيقول لي انت ما ينفعش تخش بطوله سليم. والله انا بقيت متعود، يعني خلاص حوانا فولترين، كنت بلف ستريتش على رجلي عشان الدم لو بان في البطوله مش هلعب، فلفيت ستريتش ولعبت، اللي هو ده اللي هو قوة التحمل او طبعا. ما في، فلعبت من دور ال 34، البطولة دي جبت فيها ثلاث جمهورية مع الحرقة. غريب، هي بطولتين دول ما يتنسوش، يعني انا لعبت ال 32 وال 16 وال 8، 8 كان من اصعب ماتشات، يعني لعبت ثلاث جولات دقيقتين، اللي انا كنت بلعبه كان تقيل جدا، ف يعني حتى هو بيضرب رجلي وجت هنا. فخدت فتحة الجرح كله، نار ايضا. فانا ما كنتش قادر، بس كسبت الحمد لله. دخلت، هو طلعوني من 8 على السيمي فاينل على طول، فما قدرتش، بالذات ان انا برضو طلعت بره تركيزي. انت عندك بطوله ايه قريب المفروض هتشارك فيها؟ ان شاء الله ناوي اشارك في بطوله مصر الدوليه اللي هي شهر 2 فبراير.
دي كانت واقفه بقى لها 7 سنين. يعني بشكر برضو رئيس مجلس اداره تايكوندو الاتحاد التايكوندو المستشار مصطفى محمد مصطفى انه رجع البطوله دي. دي كانت مصنفه جي 1 في البطولات العالميه جي 1. لما اتعملت هنا في مصر في العاصمه الاداريه كانت بشكل من احسن البطولات، كانت من يعني يعتبر من احسن بطولات العالم. هي مش بطوله عالم، هي بطوله دوليه بس كانت شكل بطوله عالم، تحس ان انت بتلعب بطوله اولمبيه بتلعب بطوله عالم. انا كنت فيها وكنت شفت ورجعها للجي 2، يعني حتى الاتحاد الدولي او الاتحاد العالمي للتايكوندو رجعها للجي 2 جنريشن 2. اوكي. وهتتعمل في شهر 2 باذن الله. توفيق يا رب. يا رب. وبشكر برضو رئيس مجلس اداره نادي الزهور المستشار محمد دمرداش، وهو يعني اللي عامل كل ده في النادي، هو اللي مخلينا نهتم بالبطولات وعلى طول معانا بيدينا تكريمات على طول، فهو حتى مش سايبنا في اي بطولات ولا اي حاجه. كويس. طيب بص بقى يا سيف، خليني برضو يعني اتكلم معاك انا وكريم شويه في مش هقول فنيات بس في واقع بقى في الرياضه دي تحديدا. التايكوندو من رياضات في مصر المهمه جدا وقديمه وليها شعبيه، مش من الرياضات مثلا اللي مش معروفه، وفي نفس الوقت انتم محققين برضو فيها كلام محترم او نتائج محترمه. طيب هل انا بتكلم دلوقتي لما يبقى عندي بطوله كبيره كمعسكر كاتحاد كانديه بتلعبوا باسمها، كل الامور دي يعني جيده، كل المشاكل اللي مثلا ممكن اي لاعب يواجهها من ناحيه مثلا المعسكرات ان هي مكلفه او غيره، وانت محتاج مثلا جهاز فني معاك متكامل، كل ده متوافر ولا في برضو اي حاجه انت ممكن دلوقتي من خلال برنامج صوتك يوصل؟ يعني خلينا نعرف منك. هو في النادي كل حاجه متوفره الصراحه، على مستوى يعني الانديه جيد، على مستوى الانديه جيد، وفي المنتخب برضو جيد، لان المنتخب برضو منتخب مصر عامل نتائج جدا. ما انا عارفين نتائج كتيره. صحيح. يعني منتخب سيف عيسى اللي هو بطل الاولمبيات وبطل العالم هو اتاهل لباريس 24 الحمد وكان لله، وكان لسه جايب في طوكيو 2020 تالت اولمبيات. فلا هو معسكر في مصر، يعني الرياضه في مصر جيدا وبالذات التايكوندو، هايل. لان مستشار محمد مصطفى مش مخلي اي حاجه، ولا مخلي حتى ناس تدفع في المعسكرات ولا النوادي عندنا. يعني حتى وانتوا عندكم المعسكرات في الانديه وكده ايه؟ عندنا مستشار محمد مرداش مش مخلينا محتاجين حاجه. والله دي يعني حلوه ان احنا نسمع كده بجد. اي بطولات بطولات النادي اللي بيتكفل بيها، بطولات دوليه مثلا النادي هو اللي بيتكفل بيها كل حاجه. ايه اكتر يعني نادي نقدر نقول حاليا في مصر التايكوندو فيه، مش على مستوى المنتخب بقى بتكلم انديه، تايكوندو فيه رقم واحد نقدر نقول؟ هو رقم واحد كلها في المنتخب هو سيد الدقي. السيد؟ شفت نادي سيد الدقي، لان هو لسه واخد اول. صحيح. بنين وبنات. كويس. وبعدين الزهور برضو من الانديه القويه. الزهور لسه محقق كاس تاني في مصر الدوليه. كويس. يومك عامل ازاي يا سيف؟ يعني حياتك عامله ازاي وانت عندك برضو فكره الدراسه، واكيد عندك برضو يعني التزامات اسريه وعادات عائليه، يعني بتقضي يومك ازاي؟ وانا حاليا دلوقتي برضو بتمرن وبمرن، يعني كابتن مصطفى زكي مسكني فريق الاكاديميه الجدد مع كابتن عبد اللطيف. كويس قوي. فنادي زهور التجمع، فبروح الجامعه طبعا في عين شمس، فبروح في العباسيه، انا في ساكن في التجمع، برجع ممكن اعمل الغداء بعدين انزل اشوف لو عندي تمرين او عندي تدريب بنزل مره، ممكن ارجع اذاكر شويه، ده اليوم. لو مثلا اجازه بنزل اقعد شويه مع اصحابي العب او اروح جيم مثلا او انزل امر، اللي هو التمرين بيبقى حد واثنين واربعه اللي انا بمر. يعني فكره التفوق الرياضي مش واخدك من الجانب الاكاديمي او حتى الجانب لا الأسر. انا في ثانويه عامه كنت جايب اول جمهوريه مدارس وخدت 2% حافز. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، برافو. وكنت جايب 82 ادبي اللي هو دفعه 2022. 82 ادبي. 82% ادبي. ماشي. لا مش قوي. ألسن كانت 80%. بجد ألسن ساعتها كانت 80%. طبعا. ألسن كانت واخده من 80% وكانت سياسه واقتصاد. يعني على ايامنا من 83. طبعا. سياسه واقتصاد القاهره كانت واخده من 83 سياسه واقتصاد. ياه. انت عارف بقى على ايامنا مش بعيد قوي يعني، بس انا كنت جايبه ادبي 92%، كنت ويتنج ليست في الحقوق انجلش. طب متخيل شو دلوقتي 82 دخلك سياسه واقتصاد؟ عندنا اللي هو بزنس عين شمس كانت بتاخد من حاجه و80 من اخر الثمانينات تقريبا. بس ده 87. انت جامعه، انت انا بزنس عين شمس. انت عين شمس. اوكي. عين شمس. ما انا كان نفسي اجيب مجموع،
يعني انا كنت عايز اجيب مجموع عالي. ساعتها ركزت في ثانويه عامه، فضلت اذاكر. ساعتها كابتن مصطفى كلمني قال لي هو انت داخل البطوله؟ قلت له اصل انا عندي مذاكره. قال لي لا هتلعب. قلت له مش هلحق. قال لي لا هتلعب، كانت البطوله بعد اسبوع. نزلت لعبتها وقدمت ورقي الحمد لله، كسبت اول تصفيه. دخلنا التصفيات الثانية كانت في المركز الاولمبي اللي هي بطوله الجمهوريه للمدارس كلها. ولعبت البطوله جبت فيها اول وخدت 2% حفظ. دي تفوق رياضي، درجات تفوق رياضي. بجد ما شاء الله. خدت 2% حفظ. بس انت خلي بالك جاي برضو، وده بيفرق، جاي من عيله اصلا كلها رياضيه. انت بتقول اختك حكم ووالدك كان برضو بطل، فيعني ده بيأثر. واخوك فكل ده عامل، او ده عامل اساسي خلي بالك، مش يعني مقارنه بحد ملوش باك جراوند او ما فيش حد في عيلته رياضي بتفرق. فيعني خلينا برضو نعرف الجو او الاجواء في العيله. والدتك برضو الله يرحمها كانت رياضيه ولا لا؟ والدتي الله يرحمها كانت واخده تاني الجمهوريه في الفولي. طب اتفضل. ده كده من كل النواحي فعلا. العيله كلها ابطال. قفلتوا الرياضه دي في العيله. ف الاساس كانت والدتها الله يرحمها، يعني هي البطوله دي كانت قبل وفاتها بحوالي شهر. لو انا كنت مستغرب ازاي ربنا فتحها لي كده، بس عرفت بعدي. هي كانت معايا في البطوله دي، هي اللي كانت على طول معايا تمارينات تخسيس، كانت هي على طول بتوصلني تجيبني من ساعه ما بدات تايكوندو، كانت هي على طول بتوديني تجيبني. دعواتها هتكمل معاك طول عمرك خلي بالك. الله يرحمها. يعني هو باين يعني حتى أكيد. بعد أكيد. دخلت ثانويه عامه جبت مجموع وجبت طبعا. الكلام ده كله كانت تيجي تاخدني المدرسه وانا صغير، كنت في اولى اعدادي مثلا، كنت بتمرن كتير لان انا جبت في الوقت ده كنت جايب برده تاني جمهوريه، ف او جايب تاني جمهوريه في البومزه وجبت تالت جمهوريه بعديها على طول في الكروجي. ساعتها كانت في الاسماعيليه، كانت بتيجي تاخدني من التمرين من المدرسه توديني الدرس، كانت بتجيب لي الاكل. انا كنت بخسس كده، فبتجيب لي الاكل اكله في العربيه واروح الدرس، بعدين تروح تعمل لي الاكل تاني وتجيب لي اللبس وتيجي تاخدني من الدرس للتمرين، وبعدين كنت بروح كده. ربنا يعني افتكرها وهي فرحانه بيك وفخوره بيك، وتاكد ان دعواتها مكمله معاك طول حياتك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي اخوك فرق بينك وبينه قد ايه في السن؟ هو الفرق بينه وبينه 4 سنين. 4 سنين. تخيلت ان الفرق اصغر شويه، لان ساعات في مراحل سنيه مبكره طبيعي قوي يبقى في مثلا اخين بيتخانقوا مع بعض، تمام؟ ما بالك لما يكون الاخين دول بقى ابطال في التايكوندو، فنوع خناقتهم مع بعض ممكن تبقى عامله ازاي؟ وكنت انا صغير وهو كان 4 سنين، فكان مسيطر هو في التايكوندو بالذات. يعني حتى هو كان في التمرين كان ما شاء الله عليه كان قوي جدا في التمرين وكده، في البيت بقى كان يفضل يلعب معايا تايكوندو كنت بفضل اعيط منه. مدغدغين السفره عندكم تلاقيكم. بيرزعني في الحيطه، يرزعني في النيش كده. هو كان ما شاء الله، بس كان برضه هو اللي خلاني استحمل. انا كنت بتمرن مع اخويا، بحب اتمرن معاه لان هو كان قوي، فلما قعدت اتمرن معاه بقيت بخش اتمرن مع ناس كبيره عادي، ما بحسش ان انا لو اتضربت. قصدي لعبه قتاليه. ايوه لعبه دفاع عن النفس القتاليه، فلازم استحمل ضرب علشان اخش جوه البطوله. تلاقي الموضوع سهل. تلاقي الموضوع سهل. سهل. يعني احنا عندنا في التمرين بنقول ايه؟ الضرب جوه التمرين عشان في البطوله ما تضربش. طيب بص يا سيف، عشان الوقت بيجري، خليني برضو انا وكريم نحاول نعرف منك راسم لنفسك ايه بعد كده؟ يعني في ابطال بيبقوا قاعدين معانا بيقول لك لا انا هركز في الرياضه دي وحتى بعد ما اخلص هتجه للاداره او التدريب فيها. انت اوريدي بتدرب دلوقتي، بس هو ده الكارير اللي انت عايزه بعد كده ولا مع ده عايز تشتغل مثلا؟ هو انا عايز اشتغل في البيزنس، انا كنت حابب مجال البيزنس فحبيت اخش فيه، وكمان مع التايكوندو يعني ممكن مع دراستي كمان اعمل حاجه، ممكن اعمل اكاديميه ممكن ابني فكره البيزنس مع الرياضه طبعا بالذات، لان دي احسن كمان، لان انا في مجال بحبه ودراستي بحبها، فالاثنين هيخلوني اعمل حاجه انا بحبها. ومن حسن حظك كمان ان احنا بنتكلم على رياضه زي ما كانت نواند بتتكلم من شويه ان فعلا ليها شعبيه كبيره جدا الرياضه التايكوندو اصلا، وابيلنج لناس كتير. ممكن لو انت مثلا في يوم من الايام بقى عندك اكاديميه خاصه تاكد ان هيبقى لها رواد. يعني التايكوندو من 50 سنه قبل الميلاد في كوريا، كانوا ساعتها سلالة شيو كانت فيها عربات، فكان عايزين يطوروا فن الطاي كيون اللي هو قدم ويد. هي التايكوندو جاية من ايه؟ من الطاي الرجل او اضرب، وكون هي الكم باليد، ودو يعني الانضباط لان هي لعبة عسكرية، فكانوا بيطوروا الفن بتاعها فهي التايكوندو اتسمت على التاي كيوندو. تصدق بقى دي معلومة ما كنتش انا اعرفها. كنت اعرفها بس منشأها هي دول اسيا مش كده؟ كوريا. كوريا معظم الالعاب دي بالزبط. تلاقي يا صين يا كوريا يا يابان ما بتطلعش براها، ودخلت الاولمبياد 2020. اوكي انت نورتنا يا سيف، وبنتمنى لك كل النجاح والتوفيق اللي جاي ان شاء الله. حبيبي.
كل التوفيق ليك وتحياتنا للبيت اللي انت بجد خارج منه، لان هو اساس في اللي انت واصل له. وان شاء الله تبقى معانا مره تانية بقى، وعايزينك كمان تبقى على صعيد المنتخب كمان باذن الله، لان ده مهم جدا. انت عندك بوتنشال كبير، بس بقى ابعد عن الاصابات والنبي. يعني احنا عايزينك خلاص. موضوع بقى غريب. انا بعد البطوله قعدت بتاع 6 شهور اتعالج والحمد لله ما فيش اصابه. نورتني يا سيف. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عشان فقرتنا الثانيه وحديث مطول عن طبعا المباراه القادمه النادي الاهلي وشباب بلوزدان. اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا عندنا مباراه في منتهى الاهميه يوم الجمعه الجاي ان شاء الله امام شباب بلوزدان في دوري الابطال. اكيد هيكون لينا كلام كتير قوي متعلق بهذه المباراه ونوعية التحدي اللي احنا هنخوضه ان شاء الله من خلال لقائنا مع شباب بلوزدان. منورنا ومشرفنا، دايما بنسعد بوجوده الحقيقه معانا كابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق. يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير نهاوند. صباح الهنا. ان شاء الله تكون حلقه كويسه كده باذن الله. لا ده اكيد، ده كده كده بوجودكم انتوا الاثنين مع بعض. والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك ربنا. الف سلام عليك حبيبي. الله يسلمك. نبدا بقى، يعني حضرتك في قبل الهوا كنت بتقول عايز تعلق شويه على الخبر اللي كان معانا عن يورجن كلوب والتصريحات الخاصه بصراحه. نبدا من هنا. انا سعيد جدا طبعا، كل ما يكون في حاجه إيجابية لصلاح أو حاجة مميزة إحنا كشعب المصري بنبقى سعداء جدا، لأن ده رمز رقم واحد في كرة القدم حاليا محمد صلاح. صحيح. ومن النوادر إن أو من الصعب جدا، هو ممكن التكرار بس المسيرة اللي عملها صلاح هيبقى صعب جدا المقارنة معاه. يعني أنا كلوب بيقول إيه إن صلاح ممكن صعب إن أنا ألاقي لعيب تاني أدربه على المستوى. أيوة. ده من النجوم، يعني من النجوم اللي هي المميزه جدا اللي المدرب تعامل معاها. بيقول لك ولعيب يعني عمال يقول فيه شعارات، فدي حاجه بتشرفنا احنا كمصريين بالظبط. رغم بقى الانتقادات اللي كان بياخدها في بدايه مشواره، يعني متخيل المعادله صعبه ازاي. هي صعبه جدا، لان في البدايات بتبقى برضه رؤيه ما بتبقاش واضحه، وفي ناس بتستعجل شويه في النقد طبعا، ان من ربع المستحيلات لما بيتفرج مثلا على ميسي وكريستيانو فيقول لك هل حد عندنا في مصر هيوصل للمستوى ده؟ او الحمد لله بالاجتهاد والعمل الجيد وكل حاجه والثقافه زادت ومستشارين وكل المنظومه كلها اللي حواليه علت صلاح لحد ما وصل للناس دي، وبل المفروض كان يتفوق عليهم، لان صلاح اتظلم الفتره اللي فاتت. في فتره كان لازم ياخد فيها احسن لاعب في العالم اللي هي خد فيها دوري الابطال، خد الدوري الانجليزي، سوبر، كاس الرابطه، حقق انجازات كتير على المستوى الجماعي والمستوى الفردي من هداف الدوري الانجليزي اكتر من موسم متتالي. هو طبعا كل ظلم صلاح نتيجه عناصر كتير متضافرت، وفي النهايه نتج عنها هذا المجد اللي حققه اللي وصله محمد صلاح. واعتقد ان ممكن تكون من اهم العناصر دي فكره الذكاء المهني بشكل عام. فكره العقليه، وانه مش كل الناس عندها نفس العقليه اللي ممكن توصلها للي وصل له محمد صلاح. اكيد هو عالي، والاحتكاك والممارسه هو اول حاجه، يعني عشان يوصل للحاجه دي كلها ما بيجيش من فراغ زي ما اتكلمنا اكتر من مره. طب. اشتغل على نفسه وتعب الحاجات اللي هو مش عارف فيها حاجه، مش عيب لما يجيب مستشارين. طب. اللي بحيث لما بيجي يطلع منه القرار بعد كده بيطلع قرار 100% صائب. ممكن اضيف حاجه هنا برضو عشان قبل ما نقفل الملف ده، كان في بيئة بتسمح للنجاح. فرق كبير جدا بين بيئة ناقدة للنقد وبيئة داعمة بشكل كبير. صحيح. احنا مختلفين بصراحة هنا عندنا. مشكلة فعلا، وده يعني مش مبالغة، بس في ناس كتيرة وبنسبة أكبر بتحارب الشخص الناجح، بتحاربه، لكن هناك أنت بتدعم الشخص الناجح. الدعم أنا أقوى. أنا بشوف إن لما يبقى في شخص ناجح حاول توصل زيه، ما تحاربوش. صح. لكن إحنا عندنا الثقافة ما كسرش فيه، يعني ما كسرش مع إحنا عندنا ده. صح. فبرضه فكرة إن شخص ينجح بالشكل ده محتاج بيئة تساعده على ده. مع إصراره وإيمانه بنفسه. الدوافع بقى. الدوافع اللي عنده. اللي هو أنت بتتكلم عليه ده ممكن يجي علينا اليوم. أكيد. نشوف عكسه. أكيد مع التكرار ومع الاستقرار الفني والإداري ومع الثقافة تعلى شوية والتنظيم وكل حاجة في الآخر بتوصل للنجاح. هو زي ما نهواند بتقول، وبعدين كان عنده الدوافع، الدعم اللي بره أقوى من هنا، لأن الناس اللي بره معدينا بمراحل في كل حاجة. هنا زمان كنت تلاقي مثلا المدرب ومساعد المدرب، في أوروبا من زمان تلاقي الجهاز الفني بتاع 20 واحد، محلل اداء بتاع التغذيه، المدرب، المدير الفني اللي نهاوند بتتكلم عليه.
مش بس ينطبق على كرة القدم والرياضة، ده على كل المستوى، كل الألعاب، دكاترة، مهندسين، يعني ناس كتير فعلا بتبقى نوابغ بره. لكن النبوغ ده ما بنشوفوش منهم غير بره. ان شاء الله يبقى انا شايف ان في تقدم الفتره اللي جايه، واحنا برضو كلنا بنساهم وبنساعد، والمنظومه كلها من اول المسؤولين عن الدوله والانظمه اللي موجوده عندنا، انا شايف ان احنا في تطور مستمر وفي تقدم باذن الله. الاستقرار والفتره اللي جايه هيولد النجاح في كل المستويات وعلى كل، يعني ان شاء الله يبقى عندنا حاجات جامده جدا جدا الفتره الجايه ونبقى في المقدمه باذن الله. نخش بقى على الاهلي. نخش، تعالى بقى نخش على الاهلي كابتن صديق. لان بص بقى كابتن صديق، نتكلم بشفافيه كالعاده طبعا. طيب لما تيجي تتكلم دلوقتي على الكره الافريقيه مبدئيا قبل ما نخش في تفاصيل شباب لوزداد تحديدا، هتلاقي الكره الافريقيه مختلفه، هتلاقي الكره الافريقيه غير متوقعه تماما بدليل ميدياما. يعني ميدياما فكره ان هو يتعادل وبعدين يفوز، هو معلش ميدياما مش مين ميدياما على اساس مين انا بقلل منه، بس مين ميدياما بلغه الارقام وفنيات اصلا مش موجود، يعني مش موجود مقارنه حتى بشباب لوزداد. لكن اللي حصل فيه حاجه لا فاقت التوقعات، في حاجه مش مفهومه، وعلى فكره دي حلوه مش وحشه طبعا، بس دي تخلينا احنا كأهلي بقى وكبنشارك في بطوله، وبطوله مش هقول غاليه، بطوله ما فيش رفاهيه ان انت تضيع من ايدك اصلا، في حرص، فلازم يبقى في تركيز اعلى وكل حاجه تضعف. خلينا نبدا من الفكره وبعدين نخش في التفاصيل. بالنسبه لمدياما طالما انت يعني اتفضلتي، هو فريق من غانا، التاريخ ساعات ما بيشفعش لحد، احنا دلوقتي في الحاضر، فالحاضر الناس كلها في افريقيا بتشتغل على نفسها، يجيبوا مدربين على مستوى عالي ويجيب برضو لعيبه كويسه، كل واحد بيعمل دعم وعايز فرقته، طالما دخلت دوري الابطال، طالما دخلوا الكونفدراليه، الحدث بيفرض نفسه على المنظومه اللي هي شغاله او مشاركه في المسابقات دي، فاكيد بيشتغلوا على نفسهم. المباراه اللي فاتت ممكن يكون كان في برضه نسبه استهتار شويه من بولوزداد، شباب بولوزداد ما احترموش الفرقه ديت، الفرقه دي جايه مركزه، عرفوا يحصدوا الثلاث نقاط، دي بتدي مؤشر او بتدي جرس انذار للفرق المشاركه. وبعدين دوري المجموعات بيختلف على التصفيات اللي بعد كده، ان ممكن تبقى في مفاجآت، يعني لما نيجي نرجع فلاش باك زي ما احنا بنقول على البطوله اللي فاتت، النادي الاهلي هو مشارك فيها، يعني احنا دخلنا بالهدف اللي ضيعه ضربه الجزاء في دي، فرقت معانا سان داونز والهلال بتاع قطر الطاهر، لو ضربه الجزاء دخلت كان الاهلي كان هيبقى ما كناش وصلنا ان احنا الحمد لله للبطوله وخدنا البطوله واحنا الاول على مستوى افريقيا كلها. ففي حاجات متغيرات وبالذات في الدوري المجموعي تلاقي فيها مفاجآت، زي ما قلت لحضرتك الفرق بتظهر بمظهر كويس جدا وانت مش متوقع، لان هي ما عندهاش تاريخ كبير. لما بولوزداد الجزائر طبعا حدث ولا حرج، منتخب الجزائر والفرق اللي هي في الجزائر متقدمه جدا جدا طبعاً. وفاء سطيف، بولوزداد، كل لعيبه كتير محترفين في الدوريات الاوروبيه ومحترفين في اوروبا، بس بتكلم على الدوري حتى المحلي او المشاركات دوري الابطال او الكونفدراليه، فتلاقي برضو عندهم باع طويل الخبرات في البطوله دي يا نهوان. صحيح. زي ما تفضلت حضرتك دي بقى ساعات بتتفوق على عدم الخبرات، بس في مباريات في الاول وبالذات في دوري المجموعات تقلقك، لو انت ما احترمتيش الخصم ممكن في ثانيه، الماتش اللي فات النادي الاهلي 3 بونت خلاص، الخبرات وحدها كافيه، يعني فكره ان انت فريق عنده ما يكفي من الخبرات، هل الخبرات اللي عند اللعيبه دي لوحدها كافيه؟ لا، ما الخبرات بتضاف لاسم الفريق، للمشاركات بتاعت الفريق دوت، امكانياته في الدوري المحلي، في البطولات، الاستحقاقات اللي بيطلعها بره، بيبقى عنده باع طويل وعنده القوه وعنده الاسم والتاريخ، برضو بيفرق معاك في ايه؟ ان بيديك باور قدام اي فرقه تانية بتكون لسه جايه ما حدش عارف عنها حاجه، فاللي بيجي يلعبك ده، يعني هم النهارده بولوزداد جاي يلعب النادي الاهلي، انا اسمه بن غيث اللي هو اللعيب بتاعهم، لعيب كويس جدا من الناس المميزين مع لامين ومع مزيان، بيتكلموا لك احنا اتفاجئنا بالماتش اللي فات فعايزين نعوض قدام النادي الاهلي، بس صعوبه المباراه لان ده النادي الاهلي وعارفين عندهم الحذر، كل الحذر ان المباراه تبقى صعبه جدا عليهم، بس هو جاي عايز يعمل حاجه ايجابيه طبعا، اكيد اسم الاهلي عامل له ربكه، فبرضه الاسم والتاريخ بيشفعوا لك مع امكانيات اللعيبه، مع الجهاز الفني. النادي الاهلي الحمد لله يعني حدث ولا حرج، عنده باع طويل في البطولات دي وحاصل بطولات كتير، والاهلي فيه ميزه كويسه بياخد كل حاجه بوقتها.
طب حلو، بس انا النقطه اللي شويه هختلف فيها شويه مع حضرتك، حضرتك كلمت ان شباب لوزداد استهتر او كان مش محترم قوي المنافس اللي هو ميدياما، بس ازاي والميدياما والنادي الاهلي المباراه كانت يعني التعادل، فانا حتى لو انا مستقل شويه بفنيات المنافس لما شفت ان هو تعادل مع النادي الاهلي، ما انا لازم اركز بقى ان المباراه مش هتبقى سهله زي ما انا متوقع. قصدك على ميدياما؟ لا ما تعادلش معانا، احنا تعادلنا مع افريكانز يانج افريكانز. لا انا كده اتلخبطت. ولا يهمك ولا يهمك، احنا تعادلنا مع نفس البطوله افريكانز. هي نفس البطوله بس هي الفرقه ما كانش كان في شويه نسبه استهتار. ثانيه واحده، احنا فزنا في الشوط الثاني. ايوه فاحنا ايه برضو هم عندنا شويه يعني ايه عرفونا شويه. ما كانتش من المتوقع ده اللي انا عايز اقوله. انت احنا بس هي اول مباراه، هي كانت اول مباراه بس القصه معلش انا اتلخبطت. ولا يهمك. انا اسفه. القصه ان انت قعدت الشوط الاول الدنيا كانت مقفوله. لا مش مقفوله بس، غير متوقعه. هو انت بتيجي تقول اصلا لما جينا حللنا قبل المباراه، معلش انا كده ركزت. ماشي. انت جيت قلت ايه؟ لا احنا هنخلص في الشوط الاول في الدقايق الاولى. انت لقيت حد مش بيلعب بس دفاعي، لا ده بيلعب دفاعي وقافل عليك. وانت مش عارف حتى توصل للجول بتاعه، وضيعت، كان عندك اهدار فرص. انا فاكره كويس جدا لما اتكلمنا. طب انا ليه بظهر بالمشهد ده لما باجي بلعب مع فريق فنيا بعيد؟ انت رديت على السؤال، انت سالت في الاول حاجه ودلوقتي جاوبت عليها كويس جدا. يعني ما هو الفرق دي بتبقى جايه برضو مستعده وعايزه تعمل حاجه ايجابيه. اولا التنظيم الدفاعي والحاجات دي، وبقى الفرقه دي بقت منظمه. الاول كانت الفرقه الافريقيه تيجي تشيل 5 6، صحيح، ومن اول دقيقتين روح خبط لهم جون، والثاني والثالث تلاقيها ضلمت معاهم وتطلع بسكور. دلوقتي هو جاي مركز، كان في تنظيم كويس عندهم، في دفاع كويس من يعني من تلتين الملعب، ومحترمين النادي الاهلي. فبرضو النادي الاهلي مش كل فرقه يلعبها اول ما ينزل هيسجل، هيجي فرق هتتكتل قدام النادي الاهلي عشان تفك الشفره دي. بقى بتيجي مثلا الشوط الثاني بيحصل تغييرات تكتيكيه في الملعب، بيحصل متغيرات، بيحصل تغييرات من على البنك من بره، المدرب بيعمل في بعض المراكز تعديلات. دايما الحلول دي بتفك الشفرات يعني. دايما مش دايما بس كتير قوي. وعلى فكره الكلام ده حصل حتى مع منتخب مصر في بطولات مختلفه. فكره ان انت بتلاعب خصم معدي بقى مرحله التكتل الدفاعي تقريبا ممسمر كل اللعيبه بتوعه قدام. ما هو ده ما احنا بنسميه برضو تنظيم منظم كويس في بس ما فيش فرقه بتلعب 90 دقيقه يا كابتن كريم. برضو اوضح لك نقطه فنيا، ما فيش فرقه هتلعب 90 دقيقه في الحته الدفاعيه والتكتل. هيجي برضو فتره هتلاقيهم فكوا لان الضغط عليهم كتير بيولد الانفجار. ما ده بيعتمد عليك برضو، بيعتمد على امكانياتك المهاريه. وفي حاجات بقى في الكوره اسمها فروقات فرديه. احنا برضو ربنا بيوفقنا بيبقى عندنا عناصر مميزه في النادي الاهلي زي كهربا، زي قفشه، زي حسين، زي بيرسيتاو. فبيجي فتره معينه بيفك لك اللي احنا بنتكلم عليه شفر او الايه التكتلات دي، يوجد الثغره المطلوبة. طبعا ما هو ايه الفرق بيننا وبين اي حد؟ ما انت عندك الامكانيات البشريه، فالمدرب معاه اوراق كويسه سواء على في الملعب او الاوراق الرابحه. ما فيش فرقه الا نادرا ساعات 90 دقيقه ويتوفقوا يجي مثلا يتعادل معاك. بس دي السيناريو ده ما بيتكررش كتير، لان لو كل الفرقه بقى تيجي مثلا تلعب دفاع هيبقى مش هيبقى ليهم شكل ولا ليهم اداء، ومش هيوصلوا للمراحل اللي هم عايزين يوصلها. اللي بيدافع ده مش عايز يكسب عشان يعدي الادوار اللي بعد كده. احنا شخصيا كان منتخب مصر عملناها بكاس العالم بمشاركه سابقه في كاس العالم لو تفتكر، بتاعه يعني ساعه الكابتن الجوهري. دي كانت اول مشاركه بعد 34 ولا زي بقى المشاركه الاولانيه كانت سنه الله اعلم. أيوه. لما كانوا ثلاث فرق في كانت ثلاث فرق في التصفيات، واللي يصحى بدري يخش كاس العالم كان ثلاث فرق يا كريم. انما دلوقتي احنا الكابتن الجوهري عمل مجهود جبار مع المنتخب بتاعه. احنا كنا حديث العالم وقتها. ايوه بس ما هو برضه الكابتن الجوهري الله يرحمه كان عنده فكره برضه ويحترم. كنا ساعتها بنلعب هولندا، وهولندا ال 11 بالاحتياطي. أيوة. كلهم اي حد يتخض. ده انت لو شفت فان باستن هو نازل واحمد رمزي جنبه او فان باستن مثلا وكاس جنبه او خلت الناس كانت نازله عامله كده. فالفتره دي كان لازم نلعب كده. هتلعب مفتوح، مره الامارات لعب في كاس عالم شال 7 أو 8، مره مش عارف الكويت شال كام. فانت الجوهري برضو طلع باقل الخسائر، بس هي الطريقه بتاعته لما نرجع للزمن هي اللي جننتهم. مدرب ايرلندا اتجنن طبعا. ده كان بيضربه كف على كف. عشان برضو كل شويه احنا كنا بنرجع للجون، فكل وقت ليه اذان. دلوقتي احنا اتقدمنا كره حديثه، بنلعب كره اوروبيه، عندنا محترفين على مستوى عالي، عندنا احسن لعيب في العالم في وجهه نظرنا. عارف يا كابتن الحمد لله يعني الكلام ده يعني على الارض مختلف عن الورق.
يعني لما تتكلم كده هتلاقي ان ايه الكلام ده حلو قوي بيطمن، بس تعالى اتكلم على الارض زي ما نرجع تاني الماتشات اللي فاتت. ميدياما 3 ماشي، خلينا في الوقت الحالي بتاعنا. ما هي القصه كلها، انا اول مباراه كسبت 3 بس كسبت بصعوبه، تمام. وكسبت بصعوبه تاني هرجع اقول مع فريق لا انا ممكن كنت اخلص من اول مباراه. او خلينا نقول من الشوط الاول. جيت بعد كده على يانج افريكانز 1-1، بس برده كان ممكن اوصل لافضل من كده بكتير. انا كان عندي اهدار، خلاص عندي اهدار فرص كتيره. دي نقطه ثانيه. شباب لوزداد انا مش داخله المباراه دي برضو وواثقه ان انا هفوز، وهفوز بسهوله، وعلى فكره نسبه التعادل عاليه جدا، فلان انت بتتكلم شباب لوزداد برضو فنيا اقوى من يانج افريكانز، فانت تعادلت مع يانج افريكانز واحنا عندنا 4 بونت وهم 3. طيب احنا متصدرين برضو. الكلام ده حلو، لكن على ارض الواقع مختلف. انا بقيت كلام حضرتك الامور الفنيه انت بتتكلم فيها كويس جدا ما شاء الله، ان لازم باذن الله باذن الله باذن الله يعني ان احنا نحصد الثلاث نقاط عشان يبقى عندنا ارتياحيه للمباراه اللي بعد كده، لان المباراه لا قدر الله لو يعني بقت جامده علينا شويه وبقى فيها حته دفاعيه برضو البلوزداد او لا قدر الله حصل حاجه عكسيه هتقلقنا شويه. واحنا لو قلت لك دوري المجموعات المدياما دي كان اول مباراه، يعني المدياما دي لو هي ثالث مباراه عندنا في القاهره واحنا لعبنا ماتشين قبل كده لا هنفرمهم هنا هنفرمهم، انما دي اول مباراه فانت داخله اول مباراه دي بتبقى مشكله. لا عذر يعني معلش انا ما باخدش بالاعذار دي حتى ده مش عذر، لا ده انا بحلل لك تحليل يعني فني بالاداء المباراه دي الاولانيه. بس السهوله لما لعب مباراه يعني اول مباراه ليا والافتتاحيه وبتكلم ان هي مباراه سهله منافس سهل، ما احنا مش عارفين معاهم حاجه، ما احنا ما درسناهمش حاجه، ما ده فريق غني بس فنيا وتاريخ وارقام. ما احنا حطينا التاريخ على جنب ولو الاسم النادي واي حد يمشي جنب النادي الاهلي يتخض، بس بقول لحضرتك دي اول مره نلعبهم، ده فريق غني مجهول اللي هو يعني ما عندهمش ما كانش عندنا برضو ايه معلومات كافيه عنه او ما لعبناهمش قبل كده، فهو جه على بال ما الدنيا فكت شويه قدرنا نجيب هدف. بس الفرقه دي لو لعبناها ثالث مباراه بالمستوى بتاع النادي الاهلي لا كنا ممكن نكسبه مسكور. طيب ونركز معاه خلينا في اللي جاي، واللي جاي كده كده ابتداء من يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله مش سهل. لان هيبقى في تصعيد لمستوى الفرق اللي احنا هنضطر نخوض معاهم مباريات وحصد النقاط بطبيعه الحال. النهارده في الجزء الاول من حلقتك انت هو انت بتستعرض تاريخ المواجهات ما بيننا وما بين الفرق الجزائريه المختلفه. فالكونكلوجن اللي وصلنا له ان الى حد كبير في تعادل لصالحنا بطبيعه في تكافؤ بسيط، يعني الاهلي كسب 9 مباريات على الجزائر مثلا احنا خسرنا 7 التعادلات 7، يعني هتلاقي فيه المستوى متقارب جدا جدا بين هم سادس دوري احنا عندنا الثاني، يعني هم لعبوا احنا لعبنا 6 هم لعبوا 6 فزنا في 4 فازوا في 4 كتقييم بقى المستوى الفني. لو حيدنا بقى التفصيله دي وبصينا على المطلوب تحديدا من كولر عشان نتخطى عقبة بلوزداد دي الجمعة إن شاء الله. كويس، هو المدرب طبعا اجتماعات فنية وشغالين يعني ورشة عمل كبيرة جدا وجامدة جدا وتركيز عالي جدا جدا للمباراة. الناس شغالين في النادي الاهلي الجهاز الفني واللعيبة حتى المصابين ان شاء الله ياسر يرجع مع ربيعة لان عبد المنعم بعيد شوية ممكن يكون بيجهزوه للاصابة. الماتش اللي فات كانت خبطة جامدة عليه. الراجل اللي هيشوف التشكيل الانسب وهنتكلم برضو على التشكيل وداخل مباراة بقوة لان عارف ملعبنا ومفيش تهاون وعامل سيناريوهات للمباراة والنادي الاهلي عارف الكرة في شمال افريقيا مختلفة عن الدول الافريقيه الثانيه بالنسبه للاداء وبالنسبه للسرعه وبالنسبه للقوه. فالراجل مركز جدا على المباراه واحنا محتاجين المباراه مش عايز اقول لك اكتر منهم عشان يبقى في استقرار الفتره اللي جايه واحنا نبقى متصدرين زي ما احنا ماشيين. تخش على التصفيات بعد كده يبقى النادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل، مش عايزين نوصل للمرحله اللي كانت ساعه البطوله الاولانيه. وانا بقى بتفائل لما اكون الدنيا مكهربه كده في الاول النادي الاهلي ان شاء الله بيفوق وبيوصل للهدف المرجو منه. فالمدرب مركز جدا في المباراه، المباراه مش سهله، مباراه على ملعبنا. لازم في الاول ان احنا باذن الله البدايه ان احنا برضو نحاول نسجل عشان من الاول الماتش ما يعقربش معانا. فدي معتمده على المجموعه اللي هتبدا والافراد عندنا، واحنا الحمد لله عندنا مجموعه لعيبه مميزه جدا. الناس اللي هتبدا عندهم كفاءة ان هم يسجلوا باذن الله من اول مباراة، لان الماتش ده غير بتاع ميدياما. الفريق كبير و انا ميدياما ده معقدني والله. خلاص هنرجع له بعدين. فاحنا ان شاء الله يعني المدرب مركز جدا في المباراة. غريبة. طيب خلينا نتكلم شوية برضو واقع، خلينا نقول هنا وهنا. حضرتك اتكلمت دي مباراة صعبة اوكي. بس انا عندي كذا ميزة
اولا على ارضي، ثانيا انا عندي استقرار اداري وفني، شباب لوزداد لسه مغيرين المدير الفني، فبرضه دي بتعمل جابوا باكيتا اللي كان في الزمالك زمان، كان على موسم 2015 16، فانت عندك دلوقتي برضه ميزتين مش عندهم. ثالث حاجه ودي بقى اللي عندهم مش عندي، ان هم جايين من خساره من ميدياما، عشان كده بقول لك ميدياما عامل لي ازمه، لان هو بجد فريق مش متوقع. الخساره دي موتره، عايزين يعوضوا. طبعا عايزين يعوضوا، وعايزين يعوضوا مع الكبير اللي هو النادي الاهلي كويس. لان برضو لو خرجوا بالشكل ده وخسروا كمان من الاهلي بهاي سكور، لا شكلهم وفكره الكوره عندهم هيبقى سيء جدا. بس عندهم افانتاج برضو، لسه في فرصه ثانيه، في مباريات ثانيه لسه، ده ما اختلفناش فيه ولسه ممكن بيعوض يعني، هو اقرب فرقه للجزائر بعدين. وخلي بال حضرتك برضو كابتن صديق، انا حضرتك بتقول انا لازم اركز ولازم استعد ولازم كل الكلام ده بنقوله قبل كل مباراه، ولكن بيبقى برضو الوضع كما هو عليه في بعض الامور الخاصه بالاخطاء المتكرره. وهي الفينال بتاعي، انا عندي ازمه ان انا بلعب كويس جدا، واللمسات الاخيره بتاعتي عندي فيها ازمه من الموسم اللي فات، وكولر اتكلم على ده ويمكن كل مباراه كان بيتكلم عنها. وهرجع اقول تاني، دي مش غلطه المدير الفني، لان المدير الفني اداك الخطه اللي تمشي بيها، انت بقى ما شطتش في الوقت المناسب، دي مشكلتك انت كلاعب. كويس، الحته التهديفيه هي بتبقى قلقاكي وقلقاني وقلق كريم وقلق جمهور النادي الاهلي، الحته التهديفيه في الاول انت عشان تلعب وتسجل. بس انا بقول لحضرتك برضو عشان نطمنك، ان النادي الاهلي الدوافع موجوده، والدوافع كبيره جدا جدا ان احنا ان شاء الله نكسب المباراه باذن الله. وبرضو زي ما بقول لك المباراه صعبه، المباراه صعبه عليهم هم. ايوه عليهم كتير جدا جدا، لان خارج ملعبه ومع النادي الاهلي، حته ان هو جاي من خساره دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا ازاي فنيا، ان احنا مركزين مش عايز اقول لك اكتر منه، ان انا اللي كان في ايدي 3 بونت وراحوا مني، خدت بونت واحد وكان فاضل دقيقتين عشان احصل 3 نقاط، فاكن انا في اعتقادي اكن انا خسرت، لان مثلا كنت كسبان، فالاهلي جاي مش جاي فرحان من هناك ان هو متعادل، لا ده كان نفسه يجي بالثلاثه عشان 6 بونت يتسيد يعني يتصدر المجموعه، يبقى راكب دافع للاهلاويه اللي في اللي جاي. بس الدوافع انا بقول لك، والامور الفنيه الدوافع دي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي وعند الجهاز الفني وعند المنظومه كلها، بس الامور الفنيه دي بتاعه المدرب. حته الاخطاء اللي بتتكلم عليها دي برضو حاجات فنيه بتاعه المدير الفني وبتاعه الجهاز الفني بالكامل، هم بيشتغلوا، اي مدرب بيشتغل على الاخطاء اللي هي مثلا السلبيات اللي كانت موجوده قبل كده، والايجابيات، الايجابيات بيحاول يزودها عشان يوصل للهدف وما يبقاش في توتر او في ضغط عصبي عليه، بيحاول يسجل من الاول، بيشتغل في التلت الاخراني كويس جدا جدا، وهو نازل بتكتيك كويس للمباراه، مش هينزل الاهلي يدافع. والاربعه اللي قدام ان شاء الله لما نتكلم برضو على التشكيل، كان حسين او كهربا او تحتيهم يعني ديانج، وتحتيهم عطيه، وتحتيهم امام عاشور، او لو كريم دخل الحته اللي فوق هتفرق معانا، اللي ان شاء الله التلت الاخير عندنا كويس جدا جدا مع الحرص بالناس اللي في نص الملعب، ان شاء الله نسجل في الاول، دي هتدينا ارتياحيه، وهتحس ان الاخطاء اللي كانت بتاعت الفرص اللي ضيع الفتره اللي فاتت ان شاء الله ممكن ما تبقاش موجوده هنا، لان الماتش ده هي ما ينفعش تكون موجوده للامانه، مش بس هنا، ده هنا واللي جاي بعد هنا كمان. استاذ كريم بص، في متغيرات، ما احنا لو قلنا ما ينفعش، انت بتبقى نازل المباراه، يعني كريم ده لعيب كويس جدا جدا الفتره اللي فاتت، من الناس اللي بيشيد بيها مستر كولر، بس الولد انفرد وعملها في توفيق من ربنا، جت في الجون، جون طلعها، لو حطها خلاص التلاته بونت بتاعتنا. في ناس بتوصل، كهربا ساعات يوصل بيضيع، كهربا من اعلى الناس لما تكون الكره تحت رجليه بيخلص، نفس الكلام حسين، نفس الكلام امام، لعيبه كلهم موهوبين، نسيت قفشه كمان، وبيخلص وبيعمل لك اسيستات، بس في فرص لما بتضيع، هو في لعيب عايز ينزل يضيع فرصه، يضيع المباراه من الفريق اللي بيلعب، ما حدش قال كده اكيد، بس دي لازم هتيجي، يعني بعيدا عن العنصر دي ورده، بعيدا عن عنصر التوفيق من عدمه، ان في توفيق في اليوم ده او ما فيش، بس برضه في حاجات تانية زي التركيز مثلا، هو التركيز بقى، ان انت ممكن في بعض الاحيان، وانا هنا مش بتكلم على الاهلي اصلا، بتكلم في المطلق، ممكن يبقى مستخف بالمنافس فبتديله القدر الاقل من مجهودك، طب ينتج عنه اللي احنا بنتكلم فيه، الاستخفاف دوت او الاستهتار بيؤدي لحاجه بعيد عننا ان شاء الله، بعيد عننا وعن السامعين، يعني بتؤدي الفشل، زي ما حصل مع ستيف مع البوليسدات، استهتر بالفرقه الثانيه كسبوهم ومشي، فالنادي الاهلي عامل حساب الحته دي. بس انا بتكلم على ايه؟ انت بتقول لي في اخطاء متكرره،
ما لازم لو ما فيش اخطاء في كره القدم مش هيبقى في نجاحات. لا معلش بقى نختلف هنا. نختلف قولي لي وانا اوضح لحضرتك. اه اكيد فضل. اكيد اكيد يعني اتفضلي. معلش في فارق كبير، وعلى فكره انا يعني هستشهد من كلامي بتصريحات كولر مش كويس. رايي الشخصي كويس. في فارق ما بين بعض الاخطاء الوارده المتنوعه في مباريات مختلفه او موسم ما، وفي فارق كبير ما بين نفس الخطا متكرر معايا موسم لموسم ومباراه لمباراه كابتن صديق. لكن لما دي بقى تبقى ده المشهد، لا يبقى في مشكله كبيره، وده اللي صرح بيه كولر كويس. بعد تقريبا كل مباراه، وانا وكريم قرينا يعني كنا بنقول التصريحات وبنعرضها للساده المتابعين. فالراجل نفسه بيتحدث ان في مشكله في بيشتكي النادي الاخطاء في لا في اللمسات الاخيره. طيب. في اهدار الفرص الاكيده. فمعلش ده مش خطا وارد. ماشي. دي مشكله عندي. هو بيوعي اللعيبه وبيشتغل على الحته دي في التمرين. امال معلش يعني على فكره الموضوع مش هجوم على اللعيبه. لا دي بتوضح ان انا عندي ازمه بتكلم فيها عشان مش عايز ان ده يتكرر. ما الازمه دي مشتركه عشان اوضح برضو لحضرتك الحته الفنيه. يعني بين اللعيبه وجهاز الفن. ازاي؟ المدرب بيشتغل على الاخطاء، بيشتغل على الحاجات اللي بتحصل، اهدار الفرص، الحاجات دي كلها. هو يقول لك انا عايز راس حربه يجيب جول، راس حربه مش موجود، بنشتغل على التلت الاخراني، الناس اللي بتيجي من تحت هي اللي بتسجل، وده اللي تعودنا عليه. ما كهربا مش راس حربه رسمي، مش راس حربه ثابت او هو بيلعب في الصندوق زي عماد متعب، لا ده كهربا بيجي من تحت سواء من الاطراف او بيجي من العمق، وعنده الامكانيات الفنيه العاليه، وعنده الفروقات واحد لواحد بيفوت زي الحاجات اللي بتجيله. الجون اللي جابه في السودان يمكن ياخد احسن هدف في البطولات الافريقيه اللي جابه في السودان هنا عندنا، جون عالمي اللي هو كنترول عالي جدا في الصندوق وعاملها ببطن رجليه. في حاجات فنيه عند اللعيبه، وحسين لما بيجيله برضه حاجات واحد لواحد بيشتغل وبيروح يجيب جول. الحاجات النواقص او الحاجات اللي بقى فيها اخطاء دي شغله المدير الفني، بيشتغل مع اللعيبه في التمرينات بيوصلهم لاعلى مرحله. حته بقى ان يضيع دي مش بتاعت المدير الفني. اللي تقصده ان هوند ما بوضح لها. لا هو انا برضه هختلف. هقول لك انا استوعبت ازاي كلام هوند. يعني هي عايزه توصل لحضرتك ان ما معناه ان كولر كمدير فني قد يكون عامل اللي عليه 100%. ما بيشتغل عشان يوصلك ان انت توصل للجون. في فكره تاهيل اللاعبين وفكره ان هو بيديهم الخطه اللي هيلعبوا بيها والطريقه اللي هيلعبوا بيها والتكتيك اللي هينفذوه. هيجي بقى هو يخلي يمسك رجله اقدام اللاعبين. اهدار الفرص دي بقى ايه؟ انا قلت لك مشترك، ما انت خدتوش بالك من كلامي. قلت لك مشترك بين الجهاز الفني واللعيبه. هو وصل الفرقه، اي مدرب بيشتغل في اي نادي بيعمل الوحده التدريبيه او يشتغل طول الاسبوع عشان يوصلك لاعلى مراحل الفنيه والبدنيه، وتبقى عندك اكتر جهوزيه للمباراه اللي انت هتشارك فيها. لما بتوصل ولعيب انفرد جوه السته وضيع ضرب، ضيع الهدف، ضيع الهدف. الاسماعيلي كان بيلعب امبارح، لعيب مش متذكر اسمه حط الكرة بكعبه دخلت في وسط 5-6 موقفين قدام الجون وحارس المرمى اللي هو بتاع البنك الاهلي، وكسبوا اللقاء 2-1. في حاجات بيبقى الجون فاضي ما فيهوش ناس قدام الجون، والكرة تيجي في الجون، تيجي في القائم. في توفيق ربنا ساعات بيتدخل في بعض الفرص. في فرص يعني انت لما تحطها 100 مرة مش عايزة تروح، في واحدة تعملها كده تلاقيها راحت لوحديها. من يعني ما دي بقى فيها توفيق، ده الجانب القدري. بس برضو مش كل حاجه نستنى القدر او التوفيق، لا احنا عاملين للمجتهد للي بيشتغل. فهو اللعيب ليه دور، اللي بيضيع الفرص بيشتغل على نفسه في التدريبات وبياخد توجيهات من المدير الفني. ركز في التلت الاخراني، انت جات لك كذا واحده كده عملتها كده، لازم يبقى فيه هدوء زي بتاعت كريم. اكيد الكوتش كلمه قال له كريم لما توصل ارفع عينيك، ممكن تعملها كده في البعيده في الناحيه الثانيه في اليمين زي ما كهربا او حسين بيعملوا. هو عينه عملها في الناحيه دي ناحيه اليمين، الجون اتوفق فيها، نزل جت فيه اللي هي دي بقى مش بتاعت الجهاز الفني. ما انا قلت لك مش بتاعت المدير الفني. ولا مشتركه يعني الفارق ما بين رايي انا او يعني المشترك وجهه نظري انا وكريم وحضرتك هي ان دي مش بتاعه الجهاز الفني، بدليل ان وقت موسيماني كانت متكرره ايضا، فهي مش ازمه. طب ما انا قلت كده وليس دفاعا عن كولر. ما انا قلتش واحد لوحده مش مشترك. مش هنتكلم على كوره عشان احنا عندنا ماتش مهم، بنتكلم على اي مدير فني في اي نادي تاني عشان اوضح الرؤيه للساده المشاهدين. اي مدير فني زي ما قلنا بيشتغل لحد ما يوصلك، بيجي بعد الماتش تعالى حسين انت المفروض تعملها كده، دي سهله جدا انت بتحطها في التمرين. حاضر يا كابتن. بيجي الماتش اللي بعديه طب قال له بعد بيركز من الكلام الكابتن بيحطها. لو بقى لعبه كذا مره وبيضيع بيضيع، هيشوف حد غيره يشتغل في الحته دي ياخد فرصه غيره. يعني ما عندنا طاهر، محمد طاهر بيخش، عندنا مثلا كريم ساعات بينزل بيصنع لك الفارق، قفشه بينزل بيبقى كويس بيحرك اعلى من اللي طلع، مش اللي طلع يعني لما امام بيطلع وقفشه بينزل، مش ان امام وحش، امام عالي جدا 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 في الحته دي بيكسب النادي الاهلي. نفس السيناريو يعني متحول،
خلي امام بره وقفشه بيلعب، قفشه بيطلع بينزل امام يكسبك. مش ما معناها اللعيب اللي طلع ده اقل من اللي نزل، بس ممكن مش يومه، مش متوفق، جاله فرص كتير مش ماشيه معاه. طيب يعني احنا هنسعى فاصل؟ لا مش هو كده؟ انا مش عارف، لازم اوضح لك قبل الفاصل عشان نبقى متفقين. لا انا مش متفقه بصراحه، بس طبعا اكيد ليه؟ اكيد احنا كويسين مع بعض يعني. احنا هقول لك على حاجه، خلينا نعديها. اقول لكم اتكلم بالتشكيل اللي هيلعب. نقف عند تفصيله ثانيه، التشكيل بتاعهم بتشكل ظاهره وظاهره قديمه. تمام، واكيد حضرتك سيدي العارفين بالظاهره دي. لما بتكون بصدد المشاركه في بطوله افريقيه ما وبتلعب فريق من افريقيا بشكل عام، افريقيا بشكل عام طبعا بيبقى فيه تنافسيه ونديه وكل اللي بالك فيه، لكن لما بتلعب فرق من شمال افريقيا وتحديدا الجزائر انا مش عارف المصطلح اللي هقوله ده يسطح للاستخدام ولا لا، بس بيكون دايما او بنستشعر دايما ان في من المنافس انجاز التعبير غل كروي وهو بيلعب شويه زايده، لا بيعدوا بقى انا بتحس وكان في غل كروي فعلا. ايه سببه؟ هو مش غل كروي، هي غيره زي ما انت قلت، غيره مش غل، غيره وشرعيه، ان هو بيلعب نادي القرن، بيلعب نادي الاهلي، كل الاحوال نفس الكلام ينطبق على اي فريق. ما انا اقول لا، مش عايز يخسر من نادي الاهلي، عايز يعمل حاجه ايجابيه قدام النادي الاهلي عشان يبقى حديث الساعه، يبقى ايه، يحقق حاجه قويه جدا جدا، يعني حدث كبير. ما ممكن يكسب فرقه ثانيه لا مؤاخذه يعني مش على الخريطه او تصنيفها بعيد خالص، انما انت جاي على الاول، على المتصدر، على نادي القرن، يعني بسم الله ما شاء الله، ونطلع اعلى من كده كمان، كل الحاجات في صالحنا. فاللي بيجي يلعبك بيبقى جاي بص هيموت نفسه عشان يبقى ايه قريب نتيجه ايجابيه ليه هو، مش عايز يجي ينزل يخسر مثلا بنتيجه كبيره ويتبهدل قدام النادي الاهلي. لو بيلعب مع فرقه ثانيه هتلاقي التركيز اقل شويه، زي الفرقه اللي ايه اللي نهوان ما بتحبهاش دي فاحنا كمان بنحترم اي فرقه باللعيبه. وبعدين انا عايز بس اوضح لحضرتك حته فنيه، الجزائر، المغرب، تونس، كره في شمالها متقدمه جدا جدا وعندهم باع طويل في المشاركات الافريقيه كمنتخبات وكانديه. لما بيجي يلعبك حاطط في دماغه ان هي 50-50، ان انت النادي الاهلي وانا مثلا وفاء سطيف، انت النادي الاهلي انا بلوزداد، انت النادي الاهلي انا الترجي فمثلا في تونس، انا الصفاقسي. فبيشتغلوا ان هم في المغرب الرجاء، الوداد. فاحنا بنتكلم على ايه، ان هم برضو حاطين 50 50 يا كابتن كريم، ومش عايز يخسر قدامه. والاهلي اسم كبير، اي حد بيلعبه بيستعد له قبلها بفتره ويقول لك ايه، انا غل بقى في الملعب مش عايز اخسر من الاهلي. اقول لك على حاجه كابتن سيدي قبل ما نطلع على الفاصل بس اوكي، وانا وكريم اتكلمنا في دي قبل كده، التصريحات اللي بقت ليتلي او يعني مؤخرا من المديرين الفنيين او من المنافسين، انديه المنافسه بقت فيها نوع من الثقه الزايده، واللي هو فكره انا مش عاجبني التعادل، انا كنت عايز افوز على النادي الاهلي. اللهجه اختلفت، ما كناش بنسمعها زمان كمان فينا يعني. فده بقى سببه ان انا اللي خليت المنافس يشوفني بالصوره دي، ان هو قريب مني قوي، ولا هو بيعمل ده كتصريح علشان يدي الثقه مثلا معنويه يعني؟ أنا أيوة. اسف للمقاطعه، الاجابه بعد ده كان السؤال بالنسبه ده كان السؤال منك بعد عشان طب ما عشان ما انساش، لا لازم معلش حتى لو هتنسى. طب بس فكرين هنرجع على الاذان يا كابتن. الاذان لازم نطلع الاذان ونرجع نسمع الاجابه بتاعتك. الاذان اتفضل. طب احنا اتفقنا في الفاصل يعني بعد الفاصل مش هنختلف. لا قول السؤال يعني. انا نسيت السؤال. انا عارف انت بتقولي لي بس انا خايفين لو هو ينسى الاجابه. لا انا ما بنساش. احنا سالنا سؤالين تقريبا. لا انا ما بنساش الحمد لله. انا بتكلمي حضرتك بتقولي في فرق بتيجي طمعانه في النادي الاهلي وعايزه تعمل نتيجه يعني ايجابيه. يعني لو مش فوز تعادل صحيح. فوز او تعادل، هو الفرق كلها عندها طموح وطموح مشروع. يقول لك ايه مثلا، الاهلي كان متعادل بره، او لا قدر الله كان في مثلا اخفاق في بعض المباراه، مثلا الاهلي اخفاق في مباراه فيجي طمعان فيه. اللي بيعمل كده بيجي يلاقي الاهلي شكل ثاني، الاهلي بياخده بقى وبيفتري فيه يعني، لان صعب جدا الحمد لله على مدار السنين الاجيال كلها ان الاهلي يكون ماتشين ثلاثه تهرب منه، لا ده بيعوض بشراسه. فانا بقول يعني الفرقه دي هتيجي تلاقي الاهلي ثاني غير اللي اتفرجت عليه امبارح، لان النادي بيشتغل اول حاجه على الحته اللي بتكلم عليها كابتن كريم، العامل النفسي، الحاجات اللي برضو المدرب بيطلع الفرقه من الحاله اللي قبل المباراه اللي هي كان فيها مثلا اخفاق، بيشتغل عامل نفسي في الاول وتهيئه فنيا ومثلا وبدنيا، بيخش بقى بينفجر. ف
في اي فرقه جايه يعني ايه تقول لك انا هعمل حاجه ايه جامده فبيتصدموا بقى. عايزين ناخدك ولو بشكل مؤقت لفلاش باك كده، اصعب مباراه حضرتك شاركت فيها مع النادي الاهلي كان كنتوا بتلعبوا ضد واحده من الفرق الجزائريه بشكل عام؟ لا كانت ملابساتها صعبه. لا الجزائر لا الجزائر لا ما ما اللي فيه ماتشات تانية بس الجزائر حظي وحش لان احنا بقى كان فيه هنا ايام الكابتن صالح الله يرحمه كان واخد قرار كابتن صالح سليم ان احنا كان برضو لما كانت بتفضل التحكيم والحاجات دي من زمان كان ساعات برضو في ضغوطات على النادي الاهلي من الحاجات الافارقه كان بيجي يأذونا احنا الحكام فراح واخد قرار قوي جدا جدا يا نهوان راح انسحبنا من البطولات الافريقيه دي عملت لهم هزه وعلى ما اعتقد ممكن برضو في البطولات العربيه كان في بطوله عربيه لان الاهلي بيحب النظام وبيحب بيحب الحق ان انت اديني حقي خد حق يعني قبل الواقعه دي حضرتك ما شاركتش ولا مره لا في مباراه ضد لا لا كان جزائري. ممكن الاتحاد الليبي في ليبيا بس انا افريقيا الجزائر بالذات لا طبعا اي حد يتمنى الجزائر والحاجات دي فرق قويه جدا بس عشان طبعا. انا اقول لك شاركت وانا ما شاركتش فيكون واضح معاك في مباراه بقى طبعا بتبقى صعبه يعني الواحد مثلا ممكن مباراه بتبقى فاينل يعني في مصر دوري مثلا بطولات مشاركات بطوله عربيه بره مصر بشكل عام اصعب مباراه حضرتك شاركت فيها لا. عموما لا لا في مباراه الزمالك كانت بتبقى اتحدد مين البطل يعني انا قلت لحضرتك قبل كده لعبت اربع مباريات اهلي وزمالك او في ماتش خامس مع كابتن سايس لعبت حوالي 25 دقيقه الماتش اللي يكون فيه انت تحدد انت البطل والحمد لله الاهلي في الحاجات دي بيحسمها يعني ما خسرناش من الزمالك الحاجات اللي انا شاركت فيها بفضل الله يعني في ماتشات كتيره بقى اللي هي بتبقى هقول لك ممكن تكون اصعب من الزمالك السويس في السويس اسماعيلي في اسماعيليه المصري في المصري دي حرب ليه بقى؟ حرب ليه بقى؟ الجماهير بتاعتهم مش طبيعية ده احنا ساعات بنطلع في عربية احنا مرة طلعنا من الإسماعيلية في العربية بتاعت الأمن المركزي اللي هي الكبيرة ديت اللي بتشيل العساكر وبورسعيد كانوا يولعوا في الملعب الجمهور المصري احنا وبعدين الزمالك وولعوا في عربية التلفزيون لا في ماتشات لأن هي بتحسم بس دلوقتي الحمد لله العقلية بقت متزنة والناس بقت طبعا الثقافة عليت ما عادش في حد بيضر حد والأندية دي ما بقتش برضو بالقوة بتاعت زمان يعني ما عادتش بالعصبية الناس بقى خلاص بقى تتفرج على الكوره في اوروبا وهنا هي قلت غصبا عنهم بطبيعه الحال لان الفرق نفسها انزوت بالظبط يعني مش زي زمان لا الوضع اختلف وبرده كل ما الثقافه بتزيد كل ما الامور بتبقى اهدى وانت بتلعب النادي الاهلي لما يكسبك دلوقتي الاهلي 2 3 انت تبقى نفسك مرتاح ما انت بتلعب النادي الاهلي يعني مبسوط الاول يا كانت الفرات قريبه انت عارف الماتشات بتاعتك بتطلع كام 1-0 2-1 نادرا لما تلاقي ماتش فيه سكور وفرق ايه لو قلت لك يعني البلاستيك مصنع 36 نادي اسكو الانديه دي انا جبتها لك ليه؟ لان كانت بعيد شويه وصغيره بس عندهم لعيبه جامده جدا جدا الماتش يطلع 1-0 او 2-1 ساعات كان بيتعادلوا مع الاهلي مع الزمالك فانما دلوقتي الوضع اختلف والتدعيمات وبتاع ممكن تكسب تتعادل ما عادش فيه الشده والعصبيه هو اصلا زمان لو جينا اتكلمنا وخلينا نتكلم عن الدوري محليا لما اجي اتكلم عن الكوره زمان والكوره دلوقتي يعني انت دلوقتي بتتكلم في انديه جماهيريه ما بقتش زي الاول في دلوقتي انديه شركات بقت طبعا. مستوى تاني بس التوب 3 مثلا معروفين كده كده عندنا ما بيتغيروش قوي عن مقارنه بقى بزمان جيل حضرتك واللي قبلك كمان الكوره كانت متعه تانيه لان كل الانديه كانت الفوارق ما بينها مش بعيده بلس ان ما كانش في حتى وقت تدخل راس المال مش بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي ف يعني زمان كان في كوره كرة حزين ان انا كل ما جميلة. افتكر امجادي اقول زمان يعني مش احنا مش ليه أحلى حاجة. بنفتكر لما دلوقتي عندنا يعني دخلنا بقى كل فرقه كانت في الدوري يعني انت تساليني تقولي لي قول في المنصوره 7-8 اقول لك قولي لي قول في المصري اقول لك المحله اقول لك 10-11 الاسماعيلي من احسن الفرق كانت بتلعب كوره جميله جدا جدا وفي على مدار تاريخهم طبعا من اول الكابتن علي ربنا يديله طول العمر لحد العجوز لحد فوزي لحد لغايه التسعينات لحد ما حصل لهم دروب لحد اسلام الشاطر لحد بركات ما دول اجيال بتكمل زي النادي الاهلي من ايام الكابتن الشيخ طه وبعد كده بقى الجيل اللي بعديه وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبد والجيل اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وجيل تركه فهي كله بيسلم بعضه يعني بس انا بتكلم كانت حلوه ليه؟ النتائج كانت قريبه ما بقول لك ماتش يطلع 1-0 2-1 الاستاد من الساعه 2 الناس كلها قاعده مليان
استاد القاهره 70 80 يعني الاهلي والسكه الحديد انا اتفرجت عليه كنت صغير خالص ما كنتش لسه بقى طلعت يعني الكابتن الخطيب جاب فيه مش عارف جنيه ولا ثلاثه في الاستاد مليان بنلعب احنا مره الاولمبي في الجيل بتاعنا الاستاد كله مليان الماتش ما كانش متذاع اهلي زمالك 80,000 كل المصري والاهلي كاس مصر لما الاتحاد كمان يعني طبق عليه كلام والاتحاد السكندري نسيت الاتحاد انا لعبت في جماهيره ما شاء الله بتملى الملعب ويعني بص الكوره كانت حلوه وكان فيها يعني ايه يعني تشوق كده ان انت تروح تتفرج طبعا. دلوقتي في ناس ده كل ثلاث ايام تلاقي في خمس ست ماتشات انت ممكن تتفرج عليهم تاني وبس هقول لك على حاجه قول لي سبع ثمان لعيبه من مثلا من فرقه سيراميكا او البنك الاهلي ممكن ما تعرفش عندك حق شفت الاول بيقول لك 11 رغم ان هم بيلعبوا كل يوم ليه بقى الناس مش متابعاهم هم كلهم نجوم يعني سيراميكا فيها احمد ياسر ريان وفيها لعيبه كويسه جدا بس احنا الناس مش متابعه زي زمان الجيل الجميل والجيل العظيم اللي هو كان زمان كان بيمتع الناس ودلوقتي الجيل بقى بتاع اللي هو ايه اللي فيه حظ البطولات والبيزنس والامكانيات والاصفار بقى كتير طب ما كانتش ايامكم الاصفار الكتير يا كابتن ربنا يزيدهم يعني طيب قبل ما نختم الوقت خلاص خالص سريعا توقعاتك للمباراه انا مش هقول توقعاتي ان انا قلتها المباراه اللي فاتت كانت توتالي يعني غلط توقعاتك انا بحب التوقعات كام تقريبا ان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يفوز 2-0 باذن الله نتمنى مره تكون النتيجه ايجابيه لينا وان شاء الله ما يجيش فينا اجوان ولو اكتر يبقى كرم من عند ربنا بس المهم ناخد الثلاث نقاط حتى لو بجون بس ان شاء الله التوفيق يكون معانا باذن الله نتمنى التوفيق وحاله اللعيبه تكون كويسه يوم المباراه وما فيش فرص تضيع اللي انت زعلانه منه يعني والله على فكره اكتر واحد عنده نورت الدنيا كده اختلفت معايا اشكرك على وجودك معانا بس بس فقره حلوه ممتعه الاختلاف في الاراء بيبقى في الاول وفي الاخر طالما لصالح الكيان اللي احنا بنحبه فده اعتقد صحي جدا وعلى كل حال قراءه ممتعه بجد كابتن صدقي نورتنا